شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ هداية. هداية باغي تعاودي لنا شي حاجة؟ بغيت نعاود لكم قصة ديال حياتي. تفضلي هداية. هي غتجي شوية مختلفة. تفضلي هداية. تفضلي. ربي يخليك اخويا، المهم كنشكرك بزاف حيت شحال وانا كنتصل يلا شد لي الخط. مرحبا هداية، مرحبا، نورتينا. تفضلي هداية. ربي يخليك. المهم القصة ديالي كتختلف على القصص اللي كيعيطوا الناس. اها. وكيعاودوها. ماشي قصة حب ولا يعني مخلطة. يا كيف كنقولوا الدعوة مخلطة وصافي الحمد لله. اوكي تفضلي هداية. المهم انا عود لك من سن 17 سنة. انا درت 17 سنة وكنت كنقرأ في 5 ايام. العامي انا كنقرأ في 5 ايام، ما معيش حياتي عادي كأيها الناس، با وامي الله يخليهم ليا ومامتي الله يرحمها، يعني انا بوحدي اللي كنت في الدار، ما كانوا عندي لا خوت لا والو. الوالد كان مزوج، كانت يلا عندي واحد بنتي صغيره من الوالد. انا عندي 17 عام نفسي المراهقه. كنكتشف بانني انا مربيه. واو. يعني في واحد السن اللي كيكون انسان طايش، واخا الحمد لله كنت بعقلي ماشي طايشه، ولكن مراهقه كتضغط على النفسيه ديال الانسان. كنعرفوش شنو كنديروا ولا الحمد لله. مهم انا كنكتشفها راسي، يعني بلا حتى شي حد ما يقول لي شي حاجه، حيت دخلت للسانكيام. ملي كنمشي نتسجل كنلقى سميتي ولا النسب ديالي ما كينتميش للاب اللي انا عنده. با ما كنتاميش ليا بمره. كنسول علاش، بحكم انك كتثق في والديك ضروري غتثق في والديك، ما عمرك كتشك في والديك. كيقولوا لك الظروف حنا ما كارينش، المهم كانت حرقت لينا حاله مدنيه كذا هكا هكا، داك عارف والدين كيكذبوا باش كيحافظوا عليك ماشي كيكذبوا باش يضروك. المهم انا جالسه في واحد النهار حتى كنقلب الوراق كنلقى الام والاب ماشي هما. كنعيط لواحد اختي بنتي رانا. سلام، الى اول مره تشوف هذه القناه حاول انك تشترك فيها وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد. كذلك ما تنساش تخلي لنا شي جيم وشي كومونتير على هذا الفيديو، وما تنساش ان هذه القناه يلا بدينا فيها ومحتاجين للدعم ديالكم. نتمنى هذا الفيديو هذا كل شيء يخليه فيه جيم وكومونتير. ولكن اكثر من اختي كنسولها كنقول لها غتقولي لي شنو واقع، ما فهمتش. المهم قالت لي بان راه ماماك ما بغاتش تقول لك حيت كتقراي مزيان، ما بغاتكش تلفي على قرايتك، راكي غير مربينك صافي. انا كنتصدم. شكنش فاهمك لك كان عندي 16 عام وقيلا طلع في 17 5 ايام. المهم نقرا في 5 ايام اني انا صافي تصدمت، ما كانت عندي مريضه ما قلت شي حاجه، واخا انا ماما كتحس بيا حكم انني انا كنعس حداها، ما عمري في حياتي تفرقت عليها. كنعس حداها بين يديها كشي بيبي، ما ممكنش نبعد عليها ولو غير شويه ما نقدرش نبعد عليها. صافي ما نعستش حداها ديك الليله. كتقول لي مالكي، كنقول لها ما ماليش، انا ماما كانت مريضه وعينيا باش كنشوف، واخا حتى شي حد ما كيتيق ولكن رمي يعني حيت شفت قاسات على ودي لا هي لا با. انسان كبرك الناس اللي عندهم في العيد. انا كنت ثلاثه، انا اللي كاينه، ولكن الوالد زوج ولد بنيه، ولكن معنا في نفس الدار. يعني حنا كنا عايشين في دار وحده. ما كاينش الفرق بصراحه، ما كاينش الفرق. صافي كنوض في الصباح كنلقى انا يا با شاد اختي وكيضحك معاها، كنبدا نبكي. علاش؟ حنا كتحسي بواحد النقص. الغيره فهمتيني، الغيره. صافي كنبدا نبكي. انا مشيت عندي واحد امي وبابا مرتو مرضعاني مع ولدهم بحال خويا وولد عم ماما كيجيوها من العائله. ما مشيت عندها، انا كنقدرش نخزن على داك بحال بابا. قلت ليه بابا بغيت نهضر معاك، قال لي اه. ليه انا مربيه، ما جاوبنيش، قال لي غنوض نصلي الظهر. قلت ليه عافاك الا ما قول لي، قال لي انا غنوض نصلي الظهر، ما نقدر نقول لك والو. انا يجي عندي امي قالت لي سير الهبيله، واش اللي مربي ولادي والدي كيديروا لي بحال هكا، واش انت ديما مسافره واللي بغيتيها كتجي لعندك، وهادي وهادي راك عارف كيتلفوا.
انا كتلاسك شي انتي كتكذبي. انا حيت عارف بابا ما غيكذبش عليا يعني غنقول ليه الحاجه غيجاوبني في البلاصه، ملي ما جاوبنيش ناضي يصلي اذا راه كاينه شي حاجه. هو هبط ومشى حيت الدار حدا الدار حي شعبي، وانت حدا الدار هبط مشى عند ماما قال لها فاطمة، قال لها هدايا راها عرفت الحقيقه، قال لها هدايا راها عرفت الحقيقه قولي ليها. هبطت عندو قلت ليه ما يمكنش، علاش قلتي لها انا خايفه عليها حيت هي مريضه، كانت خايفه عليها ما بغيتش نقول ليها اش من كاين. صافي عاودوا لي القصه كامله ديال حياتي. وشنو هي القصه؟ صافي تما شنو هي القصه؟ القصه انا عائلتي لاباس عليهم، بابا واللي هي الام ديالي الحقيقيين كانوا غلاطيو، وقع مشكل حملات، جدي سلطوي بزاف ومن الناس اللي لاباس عليهم، وعندهم يد طويله في الرباط ماشي يد قصيره، ولكن المهم لاباس عليه. كان سلطوي ما عندوش الفكره ديال ان هذا جدي يتزوج بين الوالده ديالك. بين الوالد ديالك بون. دابا بلاش، كان دابا الوالد ديال الوالده ديالك كانت خدامه عند داك السيد. سي كانت خدامه عنده وحملات منه، حملات هي، ودابا هي كانت خدامه عند جدي وبابا حتى هو خدام تما يعني ولده. تعرفوا باقيين صغارين ديك الساعه، ماما عندها في لاجيلها 14 عام، بابا عنده 22 عام، باقيين طايشين. يعني بابا هزها داها الدار قال ليها غادي، قال لي غنتزوج بها، ما خلى كذا غنتزوج بها. مشى هادشي ما بخبرش لا جدات يعني مامات والدي، مامات ماما وداكشي ما بخبرهم حتى شي حاجه. كانوا كيخدموا على والدي، كتخدم على والديها حيت ما عندهمش. المهم ما قالت لهم حتى شي حاجه، كان في خبر غير واحد خالتي بوحديتها. المهم هو هزها وسافر بها وكرا وخدم ودمر وكل شيء، ولكن كان كيحرج جدي بجميع الطرق. بلاصه اللي كيمشي كان كيمشي كيكري في البرارك، كيكري براكه ولا باش تجلس فيها وهي حامله، كيجي كيهدمها عليهم، كيصيفط ليه الخدمه اللي كيخدم فيها كيجريو عليه منها. المهم ما خلا كيدار والو. في الاخر بعدا مشاو باش يدير الكورتاج ما قدراتش، وسبحان الله بان اللي مكتب لي عيش يعيش، داك الطبيب ما بغاش يدير ليها كاع العمليه، كيقول ليها لا ما نقدرش نطيح داكشي اللي في كرشك، انت غادي تمشي. مكتب لي نزاد كيفاش غنت يتعرفوا مع ماما اللي رباتني الله يرحمها في هذا النهار، كيفاش غادي يتعرفوا عليها ان بنت خالتي على بنت اخت ماما اللي مربياني خدامه معاهم صاحبه ماما الحقيقيه. قالت لها شنو قالت لها كاينه واحد خالتي، المهم ما كتولدش داكشي يس ما كتولدش، وهادي غادي نديو ليها الدري غتولد عندها وداكشي. هي الصراحه جات جلسات كبروا بها، جلست عندهم ولدات، وقال ليها الاب ديالي اللي مربيني تزوجي بيا وجلسي حدا بنتك. قالت لها ماما كذلك تزوجي بي وجلسي حدا بنتك وكل شيء. هي ما قدراتش الخير اللي دارت فيها ماما، انا كبرت بيها سبعت ليها فهمتي، ما قصدت حتى شي حاجه تما التسميه اللي بغات هي، ذبحات كل شيء دارته. قالت لك انا ما نقدرش نجي عند المراه ونتزوج براجلها فهمتي. صافي مشات كانت كتجي كتشوفني 3 شهور باش كتجي كتشوفني، تزوجات في عامين ماشي بداك السيد. انا عندي سيد اخر، شي سيد اخر ياس بواحد راجل اخر، هو مشى عاش حياته. مهم هي كل واحد فيهم تفرق، غير عطاوني انا كل واحد فيهم تفرق، ولكن رجعوا انا عندي 3 شهور كانوا باغيين يتزوجوا. ورجعوا انا عندي 3 شهور جاو، ولكن ما بغاتش تعطيهم ماما وصافي الكبده. بطبيعة الحال ربات عليا الكبده، ومسكينه كانت صحيحه جات لهم بالزرواطه قالت لهم غادي تمشي ولا غادي نضربكم. المهم كانت ربات الكبده وكل شيء من حقها، من حقها ما يمكنش يلوموها، هما رماو الكبده هي شداتها. المهم ما عليناش، مشات زوجات وكانت كتجي تشوفني حتى درت 6 سنين، ملي درت 6 سنين ما بقاتش كتجي تشوفني. صافي انا ما قالوا لي حتى شي حاجه يعني كبرت. صافي دوزت داك العام ما نكذبش عليك ديال 5 دوزتو جحيم، ماشي جحيم انني بحال وليت كنحس بشي ناقص، وليت كنربط الاحداث اللي وقعوا في حياتي، كنربط بزاف ديال الحوايج ديال الاحداث في حياتي، كنبقى نقارن فهمتي.
كنبقى نقارن علاش داروا هكا حيت هكا، وكانت جدا ما كتبغينيش مره، يعني كل مره كتقول لهم عطوها لوالديها شنو بغيتوا ديروا بها. مين مين امك؟ مين با لي رباني. اوكي. وبا كان عيني وانا كنسمع هاد الهضره ولكن ما كنتسوقش، فهمتي؟ كان ما كنتسوقش، باقا صغيره كنخرج كنلعب ما كنتسوقش هاد الهضره. في الزنقه كيقولوا لي يا سيري راكي غير مربيه، كنجي كنبكي للدار ولكن ما كان الوالدين كيتلفوك. مهم دازت عام، عام داوني عرفوني على والديا، مشاو قلبوا عليهم كلشي نكملوا الاجر ديالهم. مشاو قلبوا عليهم كلشي، ولكن ماما مرضات كانت كتبكي، كانت خايفه يديوني ليها. واخا انا ما نتفرقش عليها، يعني ضروري النقاشات ما بين الوالدين، ولكن انا ما نقدرش نتفرق على مامتي. المهم انا كبرت في ديك الدار وتربيت، ما يمكنش ليا نمشي. وكنقولها لهم كنقول لهم انا واخا نعرفهم راه ما يمكنش ليا نعيش معاهم، هي مزوجه والده وكذلك هو مزوج ووالد وخارج الوطن ماشي في المغرب. جا شافني شفته، المهم عاتب بطبيعة الحال غادي نعاتب، ما يمكنش ليا نجمع نقاكم نقول لك باك. شفته ومشيت عند الجد ديالي هو اللي مشيت عنده وشفته هو الاول حيت ديك الساعه هو كان باقي ما جاش في الصيف. المهم مشيت شفته هو وما نكذبش عليك ماشي ما عاتبش حقت، لكن قلت رب ان الله غفور رحيم، داكشي بينه وما بين الله سبحانه وتعالى، انا ما عندي ما ندير. كي عاتبت كي ما عاتبتش داكشي داز من حياتي، ما يمكنش ليا ماشي نعاتبهم عليه. بيان سو صافي. المهم دازت عام تعرف عرفتهم عرفوني كلشي، جيت من داك العام مات ماما الله يرحمها، سافرت انا وياها، سافرنا في رمضان في 15 يوم في رمضان، مشينا نيت عند امي موت ماما اللي والداني، دوزنا العيد مجموعين، ولكن نهار ثاني عيد ماتت. صافي تما تبدا الالام. امين. المهم تما بدات لي دري سنكي عاني، يعني ملي كترجع كتمشي وكترجع بلا سمحليا. المهم كتمشي وكتسافر انت ومامتك وكترجع بلا بيها حاوي، يعني الوحيده اللي كنت كنحط عليها الراس بصراحه، حيت ما عندي لا خوت لا والو، الوحيده اللي كنحط عليها راسي. امين ترحم الجميع، استغفر الله. المهم جيت، ملي جيت للدار كانت عندي واحد الناس خوالاتي كنمشي كنسافر عندهم، داكشي تخيل موت امك باقي انت ما دفنتيهاش في الروضه وما كتبقاش في الورد، باقي ما دفنتيهاش. انا عينين الاب ديالي حد الان، انا هي عيني باش كيشوف، واخا عنده بنيه الله يخليها لي واختي كذلك، ولكن انا عيني جا عندي. انا صافي كنت غنهبل كنت غنتسطى، مشيت كنجري للروضه ما عرفاش راسي شنو كندير، ربي اللي عالم بيا. المهم انايا كيجي عندي كيقول لي يا بنتي بغيتي ماماك ما ندفنوهاش هنا، نديوها للمدينه فين ساكنين نديوها، ما ندفنوهاش هنايا. كنقول لي لا، هي ماتت هنا الا وبغات هاد الارض دفن فيها، ما يمكنش ليا نهزها في الصيف، يعني شهر سبعة ما يمكنش ليا نهزها وانت مغادا بيها 6 سوايع ديال الطريق ولا 7 سوايع ديال الطريق باش ندفنها. ارض الله واسعه وعريضه، الرحمه كتوصل لاي واحد. برافو عليك. صافي هو يجي عندي يقول لي شاف عمرك تبعك؟ شاف عمرك؟ فعمري 23 عام ما شاء الله، براو عليك. كم لها هدايا؟ المهم صافي وجي عندي قال لي شوفي تا دفناها، ويقول لي راه خوالاتك جاو كيهضروا لي على الورد حيت الدار سميتهم بجوج. انا سكت، انا حيت عارفني هو قال لي غادي تسكتي ما تهضريش، انا حيت لمشيت غنوض الصداع، انا فيا واحد الطبع انني ما يمكنش ينسكت على شي حاجه. كان قال لي شي حاجه غنجي نواجهكم بجوج باش ما ندي نضره هنا، ما ندي نضره هنا كيخصني نواجه الحاجه. صافي مشيت دوزنا يومين تما، مشينا شتينا العزو في الدار ديالنا. ليلى انا كيسحب لي عندي بنت خالتي كنهضر معاها كنقول لها شوفي، حيت ماما مسكينه قبل ما تموت كاع كلشي كيعرفها بانها كانت كتقول كون عندي الفلوس غنكتب لبنتي حقي في الدار غير باش ما تضيعش. انا الدار كنشم فيها ريحه امي، انا ما كتهمنيش، كتهمني هي اللي مشات تحت القبر، شنو غادي ندير بالورد؟ نديرو بكتافي، خدم عليه وديرو بكتافي. برافو عليك. صافي مشيت، جيت للدار دوزت، بدات المعاناة،
انني اول مره في حياتي كنهضر في هذا الموضوع. هذا الشيء ما عمرني ما زعمت في حياتي نهضر، ولكن ملي شفت الناس كيفاش كيهضروا قلت غادي نهضر غير باش الناس ياخذوا فكره انا ما يتقوش. ربي يخليك، شرف لي انا اسميتي قوش في العائله. كتعيط لي بنت خالتي وانا ديك الساعه بقى الوالده ما فاتش 40 يوم عيط لي وكتقول لي فاطمة هداية راكي عزيزة علينا، وهذه كنصح هداية راكي عزيزة علينا ومهم راكي بنت خالتي وانا هاد خوالاتي ما كنتفرقش، انا كل عطلة كنمشي عندهم كنحس براسي منهم حيت خوالاتي، واخا عرفت انهم ماشي خوالاتي حقيقيين ولكن كبرت معاهم عزازين عليا. تحد الان ما نكذبش عليك انني واخا ما كنهضرش مع شي وحدين فيهم ولكن كيبقى فيا الحال كنحس بلي كنحلم بيهم، والله العظيم اللي كنحلم بيهم كنقول علاش كيعاملوا ديك المعامله ما فهمتش. انا كتشد من عندي الحضره كنعاود ليها داكشي اللي كيوقع في الدار مع الدراري ولا تشد معايا ولا تمات الاب ديالي شاد معايا. انا ديك الساعه عندي سيزيام ماني عندي والديك تجوز ديك الساعه عاوتاني تجوز؟ لا كان مزوج، لا كان مزوج مرتو كانت بلاتي. واش كان مزوج فاش كانت الوالده نيت عايشه؟ فاش كانت عايشه كانت كان مزوج وكان ديك الساعه ذات البنيه لا عندها 3 سنين ماتت ديك الساعه الوالده. وهذيك مرات الاب ديالي يعني ماشي مرات الاب ديالي بحال اختي بحال امي جات وانا عندي 8 سنين يعني كبرات معايا كبراتني معاها. كانت خاصمو كانت صالحو يعني عادي ديما النقاشات كيكونوا في وسط العائله مصان في الكرش وكيدابزوا بقى غير الانسان ما غيدابش. ما عليناش كتجي انا قلت لها شوفي عافاك انا ما هضري مع خوالاتي انا نعطيهم اللي تصبروا عليا داكشي اللي جاهم في حقهم نعطيهم يكتبوا لي الدار ديال امي ما كاين لاش يديها شي حد يكتبوها لي انا وانا نعطيهم الفلوس. نوضي انتيا قولي ديك الهضره فقعد خوالاتي وجي بقيت حرشي مرت الواليد. هاد بنت خالتي كنت انا وياها ما كنتفرقوش هي كبر مني في لاج ولكن صارها كلهم كانوا عندي وما عمري بحث بيهم لشي حد ولا قلت شي حاجه. برافو عليك. ما عمري في حياتي وهادشي علاش انا كيعاودوا لي حيت ما كنعاودش ما كنقدرش. نوضي انتيا كتحرشي وكتمشي انا بالصدفه كنلقى مرت الواليد كتقلب غير بوحديتها كيقولوا مرت الواليد فيها واحد الطبع خايب ديال انني الا ما نتيش غير ما عين كتحرش عليك الواليد كيقطع عليك الموضه يعني انت الباكالوريا باغا تقراي عندك الباك وعندي باك سيونس فيزيك كنقرا باغا غير ننجح يعني ماشي باغا غير نقرا ونخرج باغا ننجح باغا نكمل داكشي اللي بديت في حياتي. كنمشي تخيل انني كنمشي بالجوع وكنجي بعد النهار وحق الله العظيم ربي شاهد عليا الا كنبات بالجوع في الدار كتعشى وكتجمع وكتطوي. كنمشي كنجلس عند صاحبتي يومين ثلاث ايام كنحفظ وما كاينش اللي يسول فيا مع العلم انني انا ماما ما كنتش كنبات عند شي حد. فاش كانت ماما ما عمري في حياتي بت في شي دار فيها الدراري. تخيل ان ما عمري في حياتي بت في شي دار فيها الدراري. كنسافر وكنمشي نجلس عند واحد خالتي عندها البنات ثلاثه البنات عندها في الدار ما نقدرش نبات في شي دار فيها الدراري ما كتخلينيش كتخاف ما يمكنش. انا ملي ماتت ما بقيتش كاع كنبات في الدار كنبات عند صحاباتي بعض المرات وما كاينش اللي كيتسوق ليك ولا يسول فيك وكيعيبوا عليك من الفوق. صافي كتجي كتعيني صافي ولا واحد الفرق كبير ولا كل شيء انا التفاصيل كيعيب عليك الواحد. علاش؟ حيت بحال قلتي داك الحيط اللي كيكون مغطي عليك مشى هي الام. يا ناس اسمحي لي نقاطعك. وي واحد النعمة أجمل النعم اللي خلقنا الله عز وجل هي الأم. إخوان اللي عندهم مهمته يتهلا فيها قبل ما يفوت الفوت والله تتندم عليها وتولي تتمنى بزاف تتمنى تجيك غير في المنام والله توصل واحد اللحظة تقول يا رب يا رب غير نحلم بها هذا النهار راه الحاجة ما تنعرفوش بقيمتها حتى تنخسروها. الإخوان راه ما كاينش في الدنيا اللي غيبغيك أكثر من أمك. راه ما جاش ربي وقالنا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إخوان اللي عندهم أم يمشوا يحطها في عينيه وبالوالدين إحسانا.
هدايا كملي لنا اختي. ايوا قلت لك صافيني ولات المعالجه تخرجي من الدار بغيت نعيش حياتي انا وراجلي وبنتي. انا شي بلا خبر هو حيت كون كان خبره هو ما غاديش يبغي حيت قلت لك انا عيني واخا هو مسكين كي بالمره تشوف الرجاله عندهم ودن وحده باش نكونوا فاهمين شي رجاله عندهم ودن وحده اللي سمعوها كي يطبقوها فهمتي بالزربه كيتقلبوا سبحان الله العظيم بالزربه كيقلبوا وجههم يعني كتجيب الزربه كتقلبوا تقطع عليك تخيل انا كنمشي عندك نقول ليه باطني عافاك واحد الخمسة دراهم بغيتها ما عنديش في وحدك جيب بنتو صغيره ولا مرتو كيعطيها كنبقى نشوف عاد كنمشي كنبكي هذيك الساعه كان نيت الوالد ديالي هذا الثاني اللي والدني كان تيصيفط لي مره 500 يورو ولا كان كيصيفطها لي 10000 ريال في الشهر ولكن كيقطع عليك واحد 3 شهور مع شهر 50 اورو 50 اورو ما ديش عليا ماشي مشكل 50 اورو مهم كيصيفطها عليك في الشهر كان كيصيفطها في الشهر وكيمشي هو اللي عايش برا هو عايش برا عايش برا وعنده مرتو وبنتو ولكن ما قايلهاش ليها امك فين عايشه امك ما عايشه في المغرب مزوجه وعندها ثلاثه الاولاد وهي شنو ما تتسولش فيك ما كتسولش هي راجلها ما كانش عارف بان عندها بنت ومني عرف قطع عليها الموضة وهي غير في عربيه المهم غير في العربيه وعندها الوليدات وراجلها صعيب لحد درجه ان الراجل انا الراجل في ديك الوقيته انني انا هو كيهضر معايا تخيل انا راجل كيهضر معاك بواحد الطريقه اللي كتقول ونعمه الراجل سلام بنتي كي دايره لاباس خاصك شي حاجه انت ما عندك حتى شي ذنب هذا راجل امي انت يا بنتي ما عندك حتى شي ذنب في البلاصه كيدوز كيعطيها العصا كيضربها وما كيخليهاش تشوفني بحال انا راجل كيقول لها كيسحب لي دابا واش انا نوصل الهضره ما بين بابا الاصلي وهي راه تكون كانت شي حاجه كلها وتجمعوا شحال هذا علاش غيتفرقوا مشكاك كيف كنقولوا مشكاك وما تريقش في راسو المهم ما كيخليهاش تشوفني بمره دوز عليها العذاب انا يعني كنعذرها كتبقى مرا وعند ثلاث الاولاد واش غتطلق على ثلاثه الاولاد ما يمكنش غديرهم بيان سو فين غتهزهم ما كان ما انا ما كنلوم حتى شي واحد هو ما كانش قالها حتى بابا ما كانش قالها لمرتو وبنتو المهم انا واحد النهار كنعيط عليه ما كيجاوبنيش التليفون هما كيقولوا لي يا سيري ربك كيصيفط لك يعني هي ربك كيصيفط لك وتخزني وانا فاش نخزن انا كنزيد سوايع كنضرب ساعه ديال الطريق كل نهار عندي ثلاث سوايع ديال الطريق عندك ساعتين ديال الطريق باش كنمشي للكوليج وكنجي باش كنمشي للليسي وكنجي وعندي ساعه الطريق باش كنطلع على رجليا السوايع كنت كنزيد المراجعه كنت كنزيد الماط والفيزيك الماط كنزيدو ب 4000 ريال والفيزيك كنزيدو ب 4000 ريال و100 درهم هادشي بعض المرات كندير كاسكوطات في الزنقه الطاكسيات والله بعض المرات كي كنجي في 11 الليل كيكون عندي سوايع كنخرج مع 6 وعندي ساعتين في ساعتين وكنخرج بالليل والبرد وكنهبط على رجلي وما كنقولها لتا شي حد يعني كعارف احياء عارف بعد مخلط السكيريه في الطريق بزاف ديال الحوايج والله غير ربي كيحفظ شوفها غير ربي ردات الوالدين اللي كتحفظ والله العظيم يعني فين غتوصل لك هذاك الشهر كاين كنزيد شهرين في الدوره الاولى وثلاث شهور في الدوره الثانيه غير باش نوفر صافي مهم شي كل بحال كيسحب لي وانا كيصيفط لي هو ما كيصيفطش كيصيفط لي شهر خزنه من مرتو شويه ما بقاش كيصيفط لي حتى ريال بقى كيصيفط لي حتى شي حاجه يعني ملي كتمشي كتقولي للاخر عافاك سيري قولي لبا يعطيني ولا هادي كتقول لك يا اش مشيتيش باك دقيق طول ما كذا 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 ما عندوش وشو فهمتي راك عارف العيالات صافي كنسكت ما كنبقاش نهضر هذيك الاخرى كتحرشها انا كنعاود لها كنعيط لها كنبدا تصورني كنقول لها وي شوفي شنو دارت ليا وشنو دارت ليا كون كانت ماما كون ما داروش ليا هكا كون هكا كون هكا كتمشي كتقلب الهضره وكون كانت كتوصل الهضره بطريقتها كتقلبها شوفيها ديريها بحال شي وحده هبيله في الدار هادشي راه بنت خالتي كتحرش مرتبه شوفيها ديريها بحال شي هبيله في الدار ياك عندك بنت كوني انت وبنتك وراجلك وما تخليش ليها ما هو با هضره واش هي ما عرفت لمن كتشبه ما عرفناهاش لمن كتشبه وكتحرش وكتشهرشي وكتهز من عندي المهم انا واحد النهار طحت بالاعصاب صافي تعصبت وصلت لواحد الدرجه ما بقيتش قادره نستحمل شي حاجه طحت بليستي سخفت داوني لارجونس بقاو عندي الاعصاب ولقاو عندي الكلاوي شاديني لاين شي كل واحد شكوى الله ما تمشكيلاتي شي حد
المهم لقاو عندي صافي عيط. انا صاحبتي ما كتعرفش من معاري، كاينه حنان حنان، المهم كاينه زعما سميت بنت خالاتي، بنت خالتي واختي اللي هي بنتي لنا بجوج، بغات تعيط على اختي خرجت عندها قالت لها عافاك قولي لفلان يجي، راه هدايا راه في السبيطار راه تخبات لينا وهذه. بغات تعيطات عليها وتقول لها كل راه عندك عندك يتنتحر وتسبها فيكم تولي داخلين الحبس، علاش غادي ينتحر اختي؟ علاش غادي ننتحر اختي؟ قولي لي علاش غننتحر. صافي انا واحد النهار كنحفظ، انا ملي كنحفظ قلت لها عافاك عندي التليفون ديالك نحفظ فيه، راني ما تليفوني ما فيهش، ما بغاش يخدم ليا، ما عرفتش كان واقع فيه، عطاتني التليفون حتى كنقرا. انا قلت والله حتى ندخل الواتساب ما عرفتش شنو كيقولوا بجوج. دخلت كنلقى الهضره ما نعاودش ليك شنو لقيت، الا بقيت كنبكي وتصدمت. هذه اللي كنعتبرها اكثر من اختي صدمت. زيت دوك الفوكالات كاملين سجلتهم بتليفوني، كاملين سجلتهم خرج وانا مشي عندها ونسمعهم لها. لا الهضره اللي كتقول مرتبه ولا الهضره اللي كتقول الاخرى. مرتبه كتقول لها ما كتغسل الماء انا ما كتشقى، راه غير كدور شنو كدير، راه ما كتحفظ ما والو، حنا نشوف هاد الحفاظه فين كتخرج وكذا وكذا، راك عارف العيالات. والاخرى حتى هي كتزيد كتشارجي، ولا قالت لي عليكم قالت لي عليكم قالت لي، وانا نهز دوك الفوكالات ونمشي عندك. قلت لها شوفي فلانت انا اللي كنت كنقول فيك ديك الهضره دابا عيطت عليها تجي. قلت لها والكذاب يبان فيك. قلت لها البرهان. قلت لها الكذاب. قلت لها والغدار تغدروا ليان. قلت لها دابا غتعيط لها في التليفون وغادي تجي. عيطت لي ما بغاش تجي للدار. قلت لها قسما بالله وتجي للدار. قلت لها اذا ما ريشتها وصفتها قلت لها حالتها حاله. قلت لها يهزوني وحده للقبر وحده للحبس. صافي انا ما نكذبش عليك حيت الا الظلمه كنرضاش بيه وتحط عليا الباطل. مرتبه عرفات القضيه حامضه حيت عرفاني انا ما غاديش نكذب. صافي قطعت الهضره. سيطات لها قالت لها راه فلانت راه قرات كاع البوكالات اللي في التليفون بلا ما تجي للدار عندنا. بلا ما تجي للدار عندنا. صافي ما جاتش كاع للدار. انا ديك الوقيته كنت كنعرف واحد السيد كنت كنتكونيكت انا وياه في التليفون مني كانت ماما الله يرحمها. ولكن ملي توفات ماما داز شي عام، جا عام اللي وقع فيه هادشي. انا باقا كنقرا في الباك جا. المهم قبل ما توفى ماما كنت شفتو، كنت تلاقيت انا وياه وكنت مشيت سافرت هو في مدينه اخرى انا في مدينه اخرى. المهم تلاقيت انا وياه حضرنا. المهم هو ما كانش عايش في المغرب، كان عايش في دبي. جا سيد باغي يتزوج بيا ماشي باغي يتفليا. ما كنهضروا شي 3 سنين وانا وياه غير التليفون، عامين حنا غير التليفون. صافي لاباس كنعرف عائلته وكل شيء. المهم انا جيت هو صاحب الجيراننا وداك الجيراننا كيوصل الهضره لخصو، اختو كتجي توصل الهضره لمرتبه. المهم شي داك عارف قال قلتي قال قلتي قال قلتي ما كيسختوش الناس. المهم جا دوزت عليا الحر غير انا عرفاتني انني كنهضر معاه. كتقول لي والو يجي للدار ولا غنقولها لباك يجري عليك من الدار. والو اما غادي تعيط عليه يجي لداركم ولا غادي نقولها. نقول السيد راه يلاه بالي انا باقا كنقرا كي غنديروا لهاد الزواج، انا كنقرا عندي الباك وهو راه مازال بعدي باقي لي واحد العام ولا عامين غير وجد الدار كيصلح فيها ويساليها راه غادي يجي. راه امو كتهضر معايا خواتاتو. انا كنت كنبغي هو كان كيموت عليا لواحد الدرجه ما تصورش انني فاش مورا الموت ديال ماما بعام صافي رجع ما كنتش بغي يمشي هو لدبي من يعرف المشاكل اللي عندي وكل شيء. جا لقينا انا ويا جا عندي على قبلي انا على قبلي انا رجع جا عندي جا عندي تلاقينا انا وياه وهي معايا. يعني هي مدوزة عليا الحر هي معايا مشات عنده جلسنا كاملين في الطبله على ثلاثه. المهم ثلاثه بينا جلسنا كنتفاهموا. قلت لي شوف غتجي للدار. قال لها شوف غير نقدر نجي للدار نديرو خطبه ولكن انا راه باقي ليا واحد العام ولا عامين انا يلاه جيتي لا نقلب على خدمه. بعد اول حاجه خصني نقلب على خدمه حيت انا قال لها رجعت بسببها هي، انا خصني نقلب على خدمه نستقر. قال لي انا كنصلح في الدار غير ما حيت دارهم صغيره كاينه فيلا قدام غير ما قدامش حتى هو معايا كاين هو خوهم مو مرتبه وباه ماماهم تلقى. المهم كاينين غير هما والدار غير صغيره في احياء الشعبيه صغيره. كيقول انا ما بغيتش نسكن تما خليها هي تشد الباكالوريا ديالها وتجي لقى ليها خدمه ولقى ليا انا خدمه ونتعاونوا على الزمان ماشي حرام. هادشي اش متعرف انا وياه انا نشد الباكالوريا ديالي قلت غادي نجي غادي ندفع في الكابلاج ولا في شي حاجه ونكمل قرايتي في لافاك يسهل الله علينا هادشي متفقينه. ايوا قال لك انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. برافو عليك. وشنو اللي ردتي انت والله وشنو الله شنو قدر الله
قلت لك ان اشنو قلت لك انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. انت بغيتي الزواج وبغيتي تخدمي وبغيتي تقراي. انا هو بغى ولكن الله ما بغيناش نجمع سبحان الله. ما كاينش. وشنو اللي المكتب اللي طرا صافي جا عندي تلاقينا قالت لي غادي تجي لداركم جا خطبني. المهم درنا خطبه جا لدارنا عجبهم عجب الواليد. انا مشيت عنده قلت ليه اللي كاين واللي كاين بار واحد السيد كنت كنهضر معاه وكذا 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 وكذا. المهم هكا جا خطبني دوزنا عام ديال الخطبه خديت الباكالوريا ديالي دفعت كندير درت ليستيا درت ديفلوبمون كنت كنقرا في ليستيا. المهم كنت كنستاجي في واحد واحد شركه ديال الدواء كنت كنحل بارا فارماسي كبيره كنت كنستاجي فيها. مهم انا ما قدرتش نكمل قرايتي ما صاريف بزاف حتى واحد فيهم ما باغي يعطيني مصروف لا لي والدني ولا لي مربيني. داك اللي والدني كيقول لي انا ما قايلهاش لمرتي عيطت انا واحد النهار في التليفون جاوبتني مرته قالت لي شكون معايا قلت لها انا بنت فلان فرشي انا ما عرفهاش حيت هو قال لي الى عيطي هو قال لي الى عيطي وجاوبتها قولي لي شكون انا مع الرسول الى البلاغ انا قال لي قولي قلت انا ما كنعرفش نكذب لك كنعرف نيشان قال لي قولي قلت صافي عيطت قلت لها هي طاحت خفات جاتها ايموراجي داوها لقينا كانت حامله ومات ليها البيبي في كرشها انا ما عارفاش عيطت لي في التليفون قال لي سيري بعدي مني وعطيني التيساع انا قتلتي لي ولدي بسببك مات لي ولدي ما نعاودش لك شنو قال لي لحت انا التليفون جاني كريز هزوني السبيطار ما نعاودش لك حالتي ما كنتش كنتهضر نسمع منه ديك الهضره اللي انا لحني مده 17 عام ومازال لحني ما عقلش عليا. المهم ما جاوبتوش في الهضره قطعت صافي انا لحت التليفون هرستو بقيت كنغوت في الدار كنت في راسي المهم جاني الاعصاب انهيار اعصابي ما بقيتش كنتحكم هزوني ليرجونس دقوا لي غير البطه تكالميت دازت شي سيمانه ما كنهضرش معاه عيط ليا في التليفون قال لي سمحي لي بنتي هذيك قلت لي ما نسمحش ليك عيطت لي هي قالت لي انا راه ما كانش في خباري قلت لها شوفي اختي ماشي لا فوت مني لا فوت منه هو 12 عام وعشر معاك ما قالهاش ليك انا قال لي قولي قلت انا كنقولها ما كيصيفطش ليا مصروفي قلت لها مني ما كنتش كنعرفه كانت حياتي بخير من نهار عرفتهم انا عايشه في الجاحين قلت لها واش نخرج للزنقه ما نجيب انا مصروفي انا قلت لها عندي ساعه ونص ديال الطريق خاصني جوج طوبيسات باش نوصل قلت لها عاد خاصني الحوايج باش نتكسى خاصني كتوبه خاصني قلت لها باش نطبع انا كي غادي ندير هادشي من غادي نمشي خرجت ما بقيتش كملت قرايتي خلصت وشريت الكتوبه ما بقيتش كنمشي كاع ليستيا ما بقيتش كنمشي ما كملتش الدبلوم ديالي خرجت مشيت دفعت في لاناباك دفعت في الكابلاج. المهم دفعت ما جاوبونيش ما صبه دايره ليا الضغوطات في الدار قولي لي انت يجي تزوج يجي يكتب عليك بحال بغيتي نخوي الدار بهذه الطريقه فهمتي يجي يكتب عليك وسيري بلا ما ديري لها حتى لا والو كنقول لها واش انا نمشي عندو نعطيه راسي نقولي اجي كتب عليا كنمش سيدتي قلت انا مازال سيد نهار جا خطب قال لهم عامين قال لهم انا خطبتها عام غادي نجي ندير الخطبه ولكن غادي نكتب ولكن ما غنديها حتى ندير العرس نكمل داري ونديها معززه مكرمه. المهم دوزت عليا العذاب ما نعاودش ليك العذاب كيفاش داير. المهم ماكله نفر ما نافع عليك في الدار ما كناكلش معاهم كناكل بوحدي بعد المرات كناكل في الزنقه علاش كنخرج كاع الدار ناكل على هذا الموضوع فين ما ندخل بلي ما تهضريش معاه بعدا في التليفون ما بقيتش كنهضر معاه ما تهضريش معاه في التليفون كان خرجت من القرايه ما بقيتش كنقرا وليت مقابله 16 اش كنطلع على رجلي ونهبط على رجلي يعني كيعطوك ديك 10000 ريال في الشهر يلا كنضربها غير طاكسيات كناكل في الزنقه ما كنجيش للدار يلا كتكافيني في حوايجي انا في السن السن اللي باغا نلبس باغا انا نبان قدام البنات باغا انا نلبس ما يمكنش ليا ما غاديش نلبس. المهم ما عليناش الدايله ما غسلتيش غير ما نخليتيهم كتسمع عليها سيناريو انت كتسمع الا خرجتي وما قلتيهاش ليهم ما خرجتي غير الزنقه ولا عند من الجيران ولا مشكله اخرى هادشي راه غير هي اللي دايره اما انا برك راه مسوق ليا نخرج ولا ندخل ولا ما مسوقش ليا حيت شحال مره كيتبعني وما عمرو حصل عليا شي حاجه هادو هما الوالدين فما كيقول لي واحد شي حاجه كيتبعني ما
عمر شي حد جا قال لي بنتك شناها واقفه مع شي حد ولا بنتك شناها دايره شي حاجه ولا. انا الناس كيمشيو ساعه ديال الطريق كيوصلوا، انا راه كنخرج مع اونص وكنوصل مع بيلا، كندير نص ساعه ديال الطريق كنمشي كالطياره، ما كنشوف لا هكا لا هكا. عندي صاحبتي وحده اللي الروح ديالي ما كنتش كنتفارقوا، كتعطيني حوايجها نمشي عندها مسكينه كتضيق الخير، كنمشي كنلقى امها مسكينه مش داريه الماكله مخليه ليا حقي ماما. دوك الناس كبروا فيا شي حاجه، ملي كتلقى الخير في البراني ما كتلقاش في عائلتك. يا 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 هادشي النقطه اللي قلتي. شاد النقطة اللي قلتي بحال حليتي واحد القوس وخاصك واحد 30 شهر باش يتسد. يا عشي عشي أكثر حاجة تضرني ماشي تضرني تيبقى فيا الحال، هي ملي تجي الطعنة من العائلة. يا اسمحي لي فالله عز وجل ورسوله وصوك على الجار وصوك على البراني وصوك على يا احنا شكون اللي تيطعنك؟ اقرب الناس ليك دمك، الناس اللي قرابين ليك هما اول وحدين تيجرحوك، اول وحدين تيتشفاو فيك عائلتك، اول وحدين بغاوك تبكي عائلتك، اول وحدين باغين يدمروك عائلتك، اول وحدين باغين من يشوفوك ما ناجحش عائلتك، اول وحدين يبغيو يشوفوك تمسطيهم مع عائلتك. ياي ولكن والله ثم والله كلكم غتوقفوا يوم يوم اللي ما غادي تحيد الستار. ها يوم غيتحيد الستار، يوم غادي ديروا غيقول لكم درتوا الدور ديال الشيطان، الشيطان وما درش الدور اللي درتوه، لدرجات العمام تيفرقوا بين الاولاد وبواتهم والعائلات، ما بقاتش محنه. بالعكس نتوما خاصكم تكون فيكم الاب الا ما كانش الاب، تكونوا الام الا ما كانش الام، وبالوالد عفوا والام اليتيمه فلا تقهر، وهما اول وحدين اليتيم تيضر، هما اول وحدين اليتامى. يا عرفتي كاين شي عم يشوف ولاد خوه ما عندهم الما ياكلو وعاودوها لمخكم، هذه هي العائله. الله يهدي ما خلق وصافي، الله يهدي ما خلق. كملي ناخشي كملي كملي يا هدايا. ايوا المهم ما قلتش نخليتها، كثرت لها تضحك، خليتيها بانك تجيب الزربه للدار، راني شد معك. سبحان المهم كنجي بعد مرات كتشد معايا الطريق مني بعدا. وصاحبتك اللي لا خليناها في صاحبتك، وين صاحبتك لقيتي فيها الخير؟ هذيك السيده بصراحه كامي انا ما غاديش نكر، عندي صحاباتي جوج وعندي هادو بنات جيراننا وصحاباتي في نفس الوقت، الله يعمرها دار ما عمرني شفت منهم شي حاجه خايبه، يعني كنجي لدارهم كنعس معاهم في نفس الفراش كناكل، حيت بنتهم ماشي كبرت معاهم فهمتي، ماشي برانيه عليهم، كتلقى الناس كيعرفوك اكثر من عائلتك اللي انت ساكنه معاهم. مهم ان هاد المره باغي كتشارجا، دابا هي لا تشارجات كدور في البلاصه وشويه كتشد معاك في الطريق تقولي ما شاء الله السيده ما كانش بحالها، وكتجي كتخلوضك يعني كتجي كتقول لك في الواحد قلتي فلان جا قال لي فلان، باش انت ما تشوفكش مزيانه مع الناس، لاحظت فيها بزاف ما كتبغينيش نكون مزيانه مع شي حد، خاص كلشي يكون كيكرهني، كلشي خاصو يكون كيكرهني ما يبغينيش. المهم ما عليناش، المهم بقات هي كتضغط عليا وانا كنضغط على السيد، وهي كتضغط عليا وانا كنضغط على السيد، هي كتقول لي قولي ديري وانا كيبقى فيها وكنمشي كنشكي، خاصك تجي وخاصك دير، تنقولي غيجي وغيجي بان ليها دابا عام هذا ما جيتيش، غيجي هضر معاها دير الخطبه، اسيدي انا ما بغيت لا عرس لا والو غير كتب ودي نمشي معاك حتى في براكه ما كيهمنيش، المهم غير ما بقاش نسمع الصداع والو ما بغاش هو. صافي حتى لواحد النهار ما بيا ما عليا، بعد هذيك بنت خالتي كلهم شيعوا بانني انا اللي قتلت ماما، ماشي ماما ماتت انا اللي قتلتها، ولا اللي دوز كيقول لك انتي كتقتلي امك انتي اللي قتلتي امك بحال انا اللي قتلت امي، حكا قالوا انني انا هربت مع مشيت مع شي واحد بت معاه امي جاتها الفقصه وماتت، وانا ديك النهار اللي غتموت فيه ماما انا كاين حداها في الدار ما مشيت لتا شي، كنت انا معاها عند خالي وخالي شاهد،
هي شدها الكريز بالليل، شدها المرارة بالليل، وداوها للجونس وباتت في بيت الخاطر في نعاش والغديه ماتت. واش كاين شي حد كيقتل امو؟ واش انا غنقتل امي؟ ما يمكنش لي نقتل امي، اش غادي ندير انا باش نقتل امي؟ خرجت مع واحد امي سكتت ليا كل وقت لاتني. المهم ما عليناش، صافي. واحد النهار انا خرجت جيت مع ما كيكون عندي نهار كامل باش كنمشي نستاجي، جيت نعست كنهضر معاه لاباس بخير لي اندرا شنو درتي واش غادي تجي ولا لا. قال لي انا غنهضر مع باك ونفسخ الخطبه. علاش انت اش كتقول حركه؟ قلت انت اش كتقول؟ يعني مازال ما قادش ومرت باك ضاغط علينا، ما قادرش انا نجي دابا نكتب ومرت باك ضاغط علينا واثق معيشك في الجحيم. نعست فقط لقيتو عيطت على الوالد وقال لي راني غتصبر عليا شويه ولا جا شي حد الله يسهل عليها وانا مازال ما قادرش. فقط ما تلقى الميساج ديال ان كتب لي راني وهضرت مع الوالد وبغيتي تبقاي تهضري معايا، بقيت تهضري معايا حتى تلقى حل، راني انا ما غنفوتكش باش مرت باك ما تبقاش تضغط عليك. فقط لقيت الوالد فوق راسي قال لي مالكي؟ قلت لي ما ماليش. قال لي الله يفرجها من عنده وألف واحد يستاهلك، جوج كلمات اللي سمعت من عنده صافي ومشى. عيطت انا لخواتات فقلت لهم شوفوا اخوكم شنو دار وشنو دار وشنو دار. عيطت لباه قلت لي شوف شنو دار، انا نعست فقط لقيت السيد دقلب ما فهمت والو. عيطت سي فسخ الخطبه، علاش هادشي كامل 3 سنين وانا معاه في الاخر غير فسخ الخطبه؟ كلشي عارفني معاه، جا خطبني هي جا شنو؟ قلت لي شنو هادشي؟ خواتاتو كيبكيو صراحة لحد الآن بقى كنهضر معاهم، عائلتو كاملة كتحمق عليا لدرجة أنني لحد الآن بقى كنهضر معاهم واخا أنا تزوجت وهو تزوج، ولكن عائلتو ما فاتنيش وعزيزة عليا وصراحة أنا عزيزة عليهم بزاف، وهما ما داروا لي حتى شي حاجة، ما عمرني سمعت منهم كلمة العيب. والله يغفر لك الحيلة وسباب هادشي اللي نقولو. المهم تفارقنا، برد ليها القلب، دور دور تعايرني، دور دور تقول لي ضحك عليك ولا حك حلا ضحك عليا ما عرفتش شنو دير ليا. دور دور وتعاير، مشيت انايا قررت ما نبقاش في الدار، ما خليت قراري ما نجلسش معاها في الدار حيت عييت ما نكذبش عليك خويا، عييت لواحد الدرجه ما كتصورش. ما كاينش شعله ما تحط راس بالليل، بالليل تحط راسك غير تبكي، ما كاينش شعله من الا خرجتي، ما كاينش شعله اللي يقول ديك البنت فين مشات فين طلعت، ما كاينش شعله اللي خاف عليك، ما كاينش. دفعت خرج ليا سبحان الله، دفعت الكابلاج خرج ليا الكابلاج بس غنمشي نخدم تمارة ولا نجلس في الهم صافي. ما خلانيش دوزت، عيطوا ليا السيمانه الاولى ما مشيتش، مكتبه لك شي حاجه مكتبه. المهم عيطوا ليا ما مشيتش وقلت لبابا ما رافض الفكره بمره انني نبعد عليه من الدار، كيقول لي انا جلسي في الدار ما كنتش شنو مخسر لك خاطرك؟ نقول لي مرتك شاده معايا الضد ما تيجاوبنيش، انا ما باغاش المشاكل، باغاش نجبد ليهم الصداع ويولي يقول لك انت سبب المشاكل ديك البنت، اشنو هما نمشي نسقف شي حاجه نصدق انايا هزان دير ديال البنت في الدار؟ كنكمدها في قلبي وكنسكت كنخرج نعاود على واحد من جيراننا صافي. ما كاينش، كلشي كيشوف، كلشي كيشوف المعاناه بعيني فهمتي. مني كلشي، مني كلشي. تخيل انا الصالون ما عمر في حياتي هزاته وخملاته ولا حكت الكوزينه ولا حكت شي حاجه، انا نخمل انا نحك انا ندير كل شيء وما كديري والو سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. المهم ما عليناش، مشيت خدمت كريت. بعد اول حاجه البنت اللي دفعت لي الخدمه هي اللي عيطات لي، عاودت مشيت كنطلب في الوالد لي شوف الا كنتي كتثق في بنتك وانا تربيتك عارفني شنو كنسوى خليني نمشي نخدم على راسي، تنطلب فيه كنبوس فيه كنعندك فيه بزاف باش خلاني نمشي وسط المي حيت مشيتي شي مدينه اخرى، حيت ما ساكنينش في نفس المدينه. حيت خدمه ما كاينش في نفس المدينه. لا ما كاينش في نفس المدينه. المهم خرجت الطريق قلت لي غادي نمشي، عطيت للعائله اللي غنمشي عندها اللي هي ديك مو صاحبتي، عطيتو النمره هضر معاهم داكشي. المهم قال لي سيري، قلت لي انت كتثق فيا وانا دابا مسؤوله على راسي، 19 عام تبارك الله ماشي بنت صغيره. قلت لي انت انا تربيتك يعني راك عارف الوالدين. مشيت خدمت، المهم مشيت دخلت عند ديك البنت استقبلاتني، غنبدا واحد الجحيم اللي عمرني ما شفتو في حياتي، واحد العذاب اخر اللي عمري ما شفتو في حياتي. دخلت ديك البنت كبروا بيا، خدمت دوزت السيمانه الاولى ديال الكونكور تقبلت عندهم. انا ما كنتش مع بحال ديك البنت، ديك البنت النيفو ديالها طايحه عطاوها غير لا ماشين، انا كنت غير دفتر وستيلو كنقيد.
يعني كنبوستي بوحديتو ما كندير لا سماع لا والو. المهم كنخدم السيمانه الاولى تقبلت فيها عجبتهم دخلوني كنت خدامه الفوق في البيرو. المهم عطاوني السيمانه الاولى كنخدم 8 سوايع، السيمانه الثانيه ولات كنخدم 12 ساعه كنعدم الضغوطات. البنت ما بغاتنيش نخدم 12 ساعه من ديبار، شدات معايا الضد حيت هي كيفاش حيت هي الولد اللي انا كنغي خطبني صاحبت خوه، هي 5 سنين وهي وخوه هما اللي عرفوني عليها. صاحبت خوه جا خوه صاحبت خوه داك الولد اللي كنت معاه ديك الساعه انا ما كنهضرش معاه صافي ساليت انا وياه. قطعت عليه انا من نهار اللي عيط لي داليا فسخت الخطبه قطعت بمره التليفون ما بقيتش كنهضر معاه مره صافي. جات البنت شويه كنجلس معاها في البيت دارهم كيكريوها، دار الحسنية كارينها وساكنين في الوسط والفوقانية كارينها بيوتها وهي شادة بيت منا كيكريوها لصحاب الكابلاج وعاد سطح كنجلسو فيه. مهم كنصب ليها حويجها مي كتكونش خدامة كنشقى لامها، أنا في طبعي هاكا ماشي كنشقى، أنا في طبعي فيا الشقا، أنا فيا في طبعي سبحان الله ما كنزقاش وكتخرج عليا الحداقة ديالي الزايدة. مهم كندخل كنطيب كنلقى مهم وجدان الماكلة كنهز الطبلة نجمعهم كنعاود الناس جالسة عندهم. ديك الساعه انا باقا ما كنتخلصش حيت الشهر الاول كيدوزوا لك غير الفيرمو فيه 10000 ريال ومن الشهر الثاني عاد كيدوز داك الفيرمو كامل. المهم الشهر الاول دازت لي 10000 ريال هزيتها عطيتها ليها البنت قدينا منها التقضيه جالسين في البيت. خوه مني عرفها جد حس معاها جمحيح قال ليها اما تجري عليها هي خويا عارفها مفارقه مع خويا وبغيتي تفقسي لي خويا وجايباها حتى لهنايا باش تفقسي لي خويا. كتقول ليه البنت ماشي انا اللي جايه اللي جات عندي. قلت لها قولي لي انا اللي جيت عندك صافي عيطت لي قلت لي شوف اخويا انا راه خوك المشكل بيني وبين خوك لا علاقه بينك وبينها، انا البنت عرفتوني عليها ولا صاحبتي طلبتها دفعت لي السي في ديالي عيطوا عليا جيت تخدم. السيده وهي تقلب عليا واش كتقول لي صالحيني معاه ولا شوفي كديري. انا المدينه ما عمري في حياتي وصلت ليها كنعرفهاش يلا جيت ليها صافي. واحد النهار انا الناسة البنت سبحان الله كتسيف كتسيف. تخيل انا انسان كينعس معاك في نفس البيت كينعس في لون كيصبح في لون كنعس البيت كيكون مجموع كنفيق القلب بيت كله مشتت الحوايج مزلعين ما كنفهم حتى حاجه وقسما بالله ما كنفهم شي حاجه باغي ما فهمتيش راسك وصلت لك بواحد الطريقه غير مباشره وجميع حوايجك وسريت لا ماشي جري حوايجك والمشكله مشيت كنقلب على الكرا وجيت قلت لهم شوفي انا بغيت نخرج وما خلونيش نخرج يا شوف المشكل انا انا مشيت كنقلب على الكرا ومني عرفوني كنقلب على الكرا جاو عندي للبيت وعلاش فلان انت باش تخرجي قلت لهم صافي انتم مرحبتوا بيا انا خاصني نخرج خاصني اعتمد على راسي بخيركم ما نساوش. وهاد دابا هي امها كتشد ليها الكارت كيشي ديالها كامل كتعطيها من الفيرمو ديال كامله كتعطيها 10000 ريال وداكشي اللي بقى كتشدو امها داكشي اللي بغات دير ليا امها بغات تشد عندي لا كارت ونبقى ساكنه معاهم ويركبوا عليا كيف ما بغاو هذا هو المفهوم فهمتي يتحكموا فيا كيف ما بغاو انا ما نقدرش على هذاك الشيء ابليس وما طاحش على هذه الفكره يعني انا جيت عندك قلت لها شوفي انا راني بغيت نخرج وانا في الخدمه مهم انا كنهضر مع البنات في الخدمه وداك الشيء كنطلبهم عفاكم اللي شفت شي بيت الكرا ولا شي حاجه تقولها ليا ماشي مشيت كنسمساره فيما كان شي بيت كنمشي عند البنات كيديوني نشوف السمساره ولا ما لقيتش. واحد النهار جيت بعد انا ديك الساعه ما كنتش كنهضر معاه هو ولكن كنت كندري اللي خدامه معاهم كله كنت كنهضر معاهم في التليفون كنبقاو نتعاودوا دايرين جروب في الخدمه كنبقاو نضحكوا مفروجين على قلبنا نوضي انتي سيري قوليها لخو قولي ليه راه كتهضر مع شي واحد موعده معاه هذا زعما راه معايا في البيت وبنت قدي قدها نوضي انتي سيري قولي لخو خوه نوض قولها ليه هو تعرض ليا في الخدمه ونتعرض ليا في الخدمه شبكناها انا خارجه من ترونسبورت الخدمه يلاه نزلت فين كاين المشكل ياك صافي كل واحد في طريقه لا ديك يخمنوا عيني فيه مهم تلقى ليا في الخدمه دابس انا وياه صرفقني صرفقك شديتو شنقت عليه ما نعاودش ليك مهم والو تيبوس ليا في رجليا والو نرجع معاك قلت لي انا ما غنرجعش معاك انا نقول لك حاجه وحده ما بقيتيش باغا صافي رجلك مبقيتش باغا صافي حيت الواحد ملي كتعطيه الثقه انا مفهمتش انا هكا دايره واحد كنعطيه الثقه وكنبقى نسمح المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه نهار كنفر كنف مره ما كنرجعش كيطلب فيا عيطت لختو عيطت لامو با عرضوا عليا داروا واحد القصيات كسكسو مشيت عندهم للدار قلت لهم نتوما عليا في الثقه كنحترمكم ولكن المشكل بيني وبينه هو اللي سمح فيا ما
نجيش دابا كي انا جيت خدمت عاد ولا بغاني حتى خدمت عاد ولا بغاني وقاد بيا ني ما كنتش خدامه ما بغاني قلت لاخوك ما صبرش كون صبر ربي غيكافئ هو ما صبرش المهم داك النهار شبكناها جاوا البوليس فارقونا في الشارع شويه تبعني للدار جا عندي قال لي غتخرجي عندي للدار نهضر معاك ولا خرجت قلت له شنو بغيتي قال لي انت جيتي حتى للمدينه اللي انا فيها وبغيتي تخدمي قلت له ربي مسهل عليا هنا وانا بغيت نخدم هنا باش نبين لك باني ناجحه بيك ولا بلا بيك انا ما كنتسناكش انت انا ناجحه بيك وليتي طلقي ليه القلب ما طرش عليه بأي طريقه طرقتي ليه القلب مسكين عاوتاني انسان جيت لحدا وغتخدمي وفي الاخر ما غاتديهاش فيه ما يمكنش يتقبلها مهم ديك الليله بالضبط هي تقلبت علي انا خدمت 12 ساعه جيت مع 4 العشيه كنمشي من جيت مع 8 الليل من 8 الصباح 8 الليل كنوصل مع 9 دخلت للدار يلاه دخلت يلاه كليت بغيت نتسكن نعس ويدي ليا انا دايره التليفون في الشارج قالت ليا حيدي داك التليفون الشارج قلت لها خليه يتشارج عليا شويه راني خدامه 12 ساعه قالت لي وانا شغلي فيك خدامه 12 ساعه حيدي التليفون من الشارج حيدته قلت لها عافاك واش ممكن اختفي عليا الضو دابا انت قلت لها خدمتي خرجتي مع 4 انا راني خرجت مع 8 بغيت نعس شويه وغدا عندي 6 الصباح خصني نوض غدا قلت لها راكي عارفه شنو كاين كان جايه للجنه كيخصنا نجيو بكري قبل الوقت صافي مهم السيده يطنو ليا تشد معايا ناط خطات عليا الشارجور على وجهي نوض سد حسن انا وياها شلقات عليا بغات تلوحني من الشارجور وربي شهد عليا الا زدت عليها شي حاجه شلقات عليا بغات تلوحني من الشارجور سكنات صافي انا تشديت معاها وكنغوت انا في الدار وما حدايا البنات كاريين تيخطوا في الباب هزات يديها وضربات سنانها وطيحات السنه ونتفاتني ومني جات امها وباها قالت لهم هي اللي طيحت لي السنه وبطلوحني من الشرجم وانا كنحلف كنقول لها واش كاين شي واحد في داركم غادي ينتفك واش كاين شي واحد في دارهم غادي يهزك ويلحق من الشرجم قلت لها راك انت اللي بتلوحني من الشرجم قالت لي لا انت امها وباها تيقوها قالوا لي ها انت علي انا زعما اللي بتلوحها من الشرجم صافي انا خرجت ديك الليله في 2 الليل ضروري غيقول انا خرجت بلاتي قبل نسيت واحد اللقطه قبل ما غادي نوض ندابزو مهو باها خوتها كانوا معروضين لواحد العرس في مدينه اخرى كان غير باها في الدار ما مشاش اخوها الكبير ولي كان وانا وياها انا خدمت والبنات اللي كان انا خدمت جيت واتصلت لي في التليفون قالت لي عافاك الا ما وجدي لي شي حاجه ناكلها طلعي للكوزينه وجدي لنا شي حاجه ناكلها هذه جايه من الخدمه انا عنيسي طلعت كنوجد غسلت الماء لقيت خوها مخلي الروينه والماء في السطح ما عندهم واحد جليسه في السطح مهم مشيت غسلت دوك الماء انا يلا كنغسل في الماء سي جا بغات تحرش بيا هزيت القنديله في يدي عطيتها لي عطيتها بي عرفتي انا راه عندي الافلام حر والله والله العظيم شتي انا في الاول كيسحبني شي وحده راه سويله ومسك ارشيتي قال لي هادي راه ما تحركش الله اخر شنو قتي هادي هادي حتى هي نشفتيها ونشفاتك هذا ضربتي برافو عليك مي مزيان كملي ولكن الحق راه انا ما نتفتح والله ما نتفتح هي اللي نتفاتني وهي اللي دارت كلشي انا والله ما درت شي حاجه انا كنت كندافع على راسي بغي دافعت على راسي ولكن ما طبتش انا قصيتها هي كنت حاس بها كندافع فيها المهم عرفتي يديه بقات لي في البينوار ديالي مصورة مع كانت انا كنغسل يدي فين مع ديك التحيده غنحيد لي يدي من كتافي بقات يدي مصورة بجافيل المهم ضربته ما رضاش هبطت وانا نعيط له في التليفون قلت له شوفي خوك شنو دار وشنو انا كيف حاب ليا بحال خويا جلست معاكم في نص الدار وشاركت معاكم الطعام وكنحفظ عرفتي كنجي عيانه وكنحفظ خوتها عندهم الباك ومع دايرين نفس الشعبه ديالي كنراجع معاهم الماط والفيزيك وداكشي اللي كنعرف هذا ولد الباك لا خوتها الاخرين هو راه كبير تبارك المشكله انه صاحب هذاك اللي كنخاطبني صحاب ومشكله انه هو صاحبه اللي مصاحب مع اخته دابا هما صحاب ثلاثه وما عارفش بان اخته مصاحبه معاه وبان اخته يا ربي تسمح لي كتجيبو للدار ناضو نكمل لك السيناريو المهم قلت لها شوف اختي خوك شنو دار هضري معاه انا راه ماشي ديال داكشي قلت لها انا كنعتبرته بحال خويا كنبغي نقضي شي غراض كيمشي معايا حيت ولد المدينه وكنقول لي خويا ماشي تنعيط لي فلان خويا فلان علاش باش يحترمني الزيف ما عمري ما حيدت الزيف قدامهم كندير الزيف عمري حيدته كنلبس الطويل ماشي كنلبس مقزب عليا ولا باش تقول غادي ناتيري انا لابسه الطويل ودايره الزيف
مهم ما ايناش جات فاش قالتها لي كذبوني ربي راه شاهد لك كل حاجه. شوف راه الدنيا الظلم راه الا الظلم ترى ما كيبغيش سبحان الله العظيم وكيبين اي مهره. المهم انا خرجت ديك الليله في جوج الليل دحسنا على هذا الشيء. جات تما قالت لي سبيتي فوق اللي بغى يتحرش بيك وما قلنا والو دخلناك من البرد ومن الجوع كبرنا بيك ما هضرتش حيت مرا كبيره سكت. المهم خرجت ديك الليله في جوج الليل انا في الزنقه ما كنعرفش المدينه كنبكي كنتقطع. الصباح مع 5 الصباح شديت الطاكسي مشيت لعند خالتي. خالتي كاينه حداهم في مدينه بحال نواحي مهم بحال قلتي الرباط وصلا ولا قنيطره وصلا ماشي بحال هكا. المهم خديت الطاكسي مشيت عندها عاودت ليها كل شيء كان كي قالت لي ما تبقيش ترجعي للخدمه. قلت لها انا خدمتي وغادي نبقى فيها ولكن غتعطيني الفلوس غير باش نكري شهر ديك الساعه انا باقي ما كنتخلصش. قلت لها غتعطيني فلوس باش نكري. المهم واحد اللي كان خدام معايا صونيت لي جا مسكين من الخدمه هز معايا الحوايج والرحيل عطاتني مانطا عطاتني المهم عطاتني داكشي باش نقضي. المهم حاجه من حاجه باش نقضي. المهم خرجت ديك النهار شديت الطاكسي مشيت حتى دوك الحوايج عند واحد الراجل مسكين حساس حتى عندوك الحوايج مشيت خدمت. انا خدامه تنعاود للشافه ديالي كنبكي قلت لها شوفي شنو وقع لي عافاك ما عطيني غدا نقلب على الكرا راني في الزنقه جالسه ما يمكنش ليا نرجع دوك الناس خداو لي الباك ديالي جيب الباك ديالي الاصلي خداو لي خداو لي البيسي ديالي خداو لي حوايجي وجراو عليا ما يمكنش ليا نرجع عندهم. قالوا لي الا ما جيتيش لنا 13000 ريال ما نعطيوكش البيسي ديالك وحوايجك ما نعطيهمش ليك. علاش 13000 ريال؟ 13000 ريال علاش؟ قالت ليهم خدات لي 13000 ريال فلوسي هذوك داتهم لي. قالت لك بنتنا قالت لي هنا ديتي لها 13000 ريال ترجعيها لك. نقول لها راه هي اللي هزات لي 13000 ريال من صاكي هي هزاتها ومشات قدات بها غرضها وما قلت حتى حاجه. قلت لها انا سكت حيت انا في دارهم حضرت الراس وسكت. المهم ما عليناش مشيت قلبت انا كان في الخدمه الناس كتلقى فيهم الخير في الخدمه انا كنبكي وكنشكي للشافه ديالي واحد ما نجي تسمعني كاريه بحديتها ما تقول لي اجي لهنا كانت فورمات معايا دوزنا بجوجنا انفورماسيون ممكن لك فاش كنكونوا كندوزو فورماسيون كنبقاو نتعاودوا مع بعضياتنا. المهم مسكينه ما كتعرفنيش يتهز السواش يقول لي بينا فيك بنت الناس هاكي الساروت وضطني 100 درهم قالت لي غتخرجي تشدي ترونسبور فلان فلاني ديال الخدمه وغتوصلي غتلقاي واحد الدار مكتوبه فيها نادي وهاكي السواش راه هذيك الدار انا كاريها سيري تنجي. داكشي اللي درت هزيت مشيت دزت عند العساس شديت من عندو حوايجي هزيتهم مشيت لديك الدار جلست. المهم جلست منعرفش اللي كان بكي كنتقطع حيت كون كانت امي ما عمرني ما نطر نخرج من قرايتي ولا نضرب تماره ولا نتكرفص بلاد ديال الناس ماشي بلادي ماشي مدينتي دينات الناس كنتكرفص فيها. المهم خرجت مشيت جات عندي البنت قالت لي ما عندك فين تمشي غتجلسي معايا انا راني ما كارياش هاد الدار عاطيها لي غير واحد السيد ساكنه بها انا راني مطلقه بوليد وخدامه عليه بغيتي تجلسي معايا بالناس جلسي. المهم قلت ليها انا نخلص لك راه قالت لي انا ما كنخلصش لك راه ما كنخلص لا ما لا ضو بغيتي تجلسي جلسي نتعاونوا على المصروف داكشي اللي كان. هي ما تخلصش لا ما تخلصش لك راه ما كتخلص لك راه لا ما لا ضو هذاك غير نادي عاطيه لها شي سيد تتعرفه ساكنه فيه اكثر من 5 سنين فهمتي كانت ساكنه فيه حيت كانت خدامه فيه كتقري مني خرج داك النادي ما بقاش كيقري كل مره فين كتخدم مره في الصالونات مره حتى كتب تلاقينا انا وياها في الكابلات. كيفاش تقول تصالحك وتقول لك هادشي كامل فريمون بنت الناس. بنت الناس بنت الناس الله عمرها دار وصحبه لحد الان انا وياها. المهم تعاشرنا 3 شهور انا وياها ومعنا واحد البنت اخرى حتى هي ساكنه حدانا كنمشي عندها كتعرض عليا امها كنمشي عندهم انا وياها ونتجمعوا مره عندها في دارهم كتكبر بينا امها الله يكبر بيها. المهم 3 شهور وانا ساكنه معاها كنتعاونوا على المصروف على الحاره والحلوه كنلبسوا حوايج وحدين المهم لقيت فيها الخير ما نكذبش عليك اختي امي كنعاود لها اسراري كتحط عليا الراس نحط عليها الراس داتني لدارهم اديتها انا دارنا. المهم صاحبنا 3 شهور حتى جا الافراغ حكمات المحكمه باش النادي يديه هما ليه الاصليين خصنا نخرجوا منه عاوتاني بغيت نقلب على الكرا. 3 شهور 3 شهور حنا ساكنين فيه. المهم ديك 3 شهور جا الافراغ هي قلبات على كرا مشات كرات مع شي بنات انا دوك البنات ما نقدرش نكري معاهم ما كنعرفهمش المهم ماشي صالحين انا ما نقدرش نكري معاهم. قلت لها ما نكريش معاهم غادي نمشي. قلت لها حكيت مع من شافك مع من شبهتك ما يمكنش نكري معاهم غنمشي نكري بوحدي.
خرجت كنقلب على الكرا وهذيك صاحبتنا اللي هي معانا كتعرض علينا قالت لي والو كان رمضان قالت لي والو ما تخرجيش تسكري غادي تجي معانا تجي تسكني معانا في الدار قلت لها ابدا واش نسكن مع شي حد في الدار دازت عليا مها وباها كيطلبوا فيا قلت لها شوفي غنجلس معاك شهر طلع رمضان وغنخلصك فيه قلت لها غنخلصك داكشي اللي كنخلص في الكرا غنخلصك فيه قلت لها 12 الف باش كنت غنكري غنعطيها عليك ولكن غنصرف معاك وكل شيء قالت لي واخا دخلت سكنت معاهم رمضان دوزناه دوزت معاهم رمضان صافي ولد خالتي كان باغي يتزوج عرفتها لي مهم عرفت على ولد خالتي حتى هي بنت الله عمرها دار كنت نجلس معاهم رمضان صدقت جالسه معاهم حتى هما 3 شهور انا جالسه معاهم دوزت معاهم رمضان العيد الكبير باها الله يعمرها دار المهم هي خوتها كنعسوا في بيت امها ممكن اني بنتهم ماشي كيعرفوني بنتهم بلاتي واحد دقيقة واحد دقيقة ما حد اللايف بدأ كل شيء برك على قليب قبل كل شيء برك على قليب كل شيء برك على قليب الله يجزيكم بالخير أي واحد تسمع يبرك على قليب وبرتاجوا هذا اللايف هذا مع الناس اللي عزيزين عليكم انفيديو الناس اللي عزيزين عليكم وقبل ما نكمل القصة تعجبني هذا الشيء والله إلا تنفرح فاش ما عرفتش علاش تنفرح فاش نقول لك سير الله يفرجها عليك سير الله يجمعني بكم في الجنة ان شاء الله نتلاقاو انا وانت وكاع اللي بغيتيهم واللي حبيتهم نتلاقاو ان شاء الله في جنة الفردوس مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسير الله يفرحك ويا رب اللي عنده ذره من الهم ذره شنو ذره اصغر من حبه رمل ديال الهم الله يفاجئ عليك واذا كنتي طالع لك الدم ومهموم الله يفرج عليك واذا كنتي تنعس والدموع في عينيك يا رب تولي ناعس والضحكة في وجهك اسمحي لي هداية ما تنسوش تبركو قليب هداية كملي نعافك مهم باش نختصر طولت لا كملي انا عجبتني بصراحة شوف نقول لك واحد الحاجة تعجبني انسان يعاود قاعدك شي اخوي قاعدك شي اللي عنده تحس بلي ارتاح استاذ انا ما كرهتش القصه ديالي كون كتبتها كون كنت كنعرف نكتب سيناريو كون كتبتها ما نكذبش عليك ممكن واحد الوقت كتبتها ان شاء الله مهم عشت معاهم حتى هذوك الناس ديك بنت زوجة بولد خالتي صافي خرجت كريت انا مني كريت كانت كتجي جات عندي واحد السيده من العائله عمتي جلست معايا حتى هي كانت مزوجه ومطلقه من جلست معايا تعاشرنا سمعي شهرين في البيت اللي انا كريتو حتى تعرفت مع واحد السيد كيجينا من العائلة لقيته مصيفط ليا ميساج في الفيسبوك مصيفط ليا ميساج شهر عاد بان لي شهر هو مصيفط ليا ميساج ما بانش ليا انا مشيت سافرت في العيد ومهم تليفون كيلعبوا به واحد البنات حتى لقاو الميساج كيقولوا ليا فلان مصيفط لك ميساج كنقول لهم كيفاش شكون هذا فلان حيت انا ما كندخلش نهضر في الفيسبوك بمره انا عندي غير الواتساب اللي كنهضر به الفيسبوك ما كنعمرش به الساق المهم يقولوا لي راه مصيفط لك فلان ميساج كذا قلت لهم ما عرفتوش قال لي ولد فلان واش ما كتعرفيش ولد فلان كيجي ولاد عمهم ولا شي حاجه والله العموميه دايره جاوبته هضر معايا 15 يوم وخارج الوطن قال لي انا على ودك غادي نجي راكي كتعجبيني مني كنتي صغيره يا سلام كيفاش قال لي مني كنتي صغيره كانت كتجيبك جداتك تلعبي حدانا وكنتي كتعجبيني انا اخر مره شفتك في السبوع ديال ولد عمي اللي ولد عمو مزوج بنت عمتي انا شفتك في السبوع وعجبتيني وعييت نقلب على مرتك ما لقيتهاش واش كنت في عمرك ديك الساعه شحال دابا 2018 ديك الساعه كنت يلاه خدمت بعام هي فين اخر لا فين لا زعما فاش شافك كنت كشي صغيره بزاف فاش شافني كنت كنقرا في الكاتريام كنت كنقرا في الكاتريام ديك الساعه قلت لك حدا هكسي اللي خارجه عليا حيت انا كلشي كنشقى عدو في الاسبوع في العرس كلشي كنشقى مهم صافي قال لي انا غادي نجي على ودك واش بغيت تزوجي بيا صافي من الضحك انا راني خدامه ما بغاش نتزوج قال لي كنهضر معاك بصح انا راه نجي على ودك غير وجدي باليستك قال لي واش ما كتفكريش تمشي لبرا قلت لي انا راه بابا في برا ولكن ما كنفكرش نخرج من بلادي يقول لي غير فكري قلت لي الصراحه بهاد الخدمه وهاد الحر اللي حنا كنعيشوه والله ما الزواج شنو قلت لي واش تجي تديني قال لي غير وجدي بالي السكن نجي انت درتيها ضحك حنا كنضحك اش جرها لك ويقول
المهم الغد لي ويقول لي نهضر معاك هضرات المعقول، انا راه باغي نتزوج وكنفكر نتزوج بك، هو ما عندوش موبا ميتين بحال قال لي راه نتزوج بك امين. المهم انا مشيت عيطت لمرت الوالد والوالد الو فلان اللي هضرت معاه ولد فلانه راه قال لي تزوجي بيا، قالوا لي مرحبا، قلت ليه يجي، قلت لي انت غتجي، قال لي راني ندخل فراس العام، قلت لي انا فراس العام عندي كونجي غادي نهبط للمدينه نتلاقاو فيها، تفاهمنا ولد الناس تبارك الله، ما تفاهمناش ولا شي طريقه. قال لي واخا. المهم بقيتش هضرت معاه بمره، انا بالخدمه ديالي كنخرج 12 الليل كنجي عيانه وما بقيتش كنهضر معاه والو. مره ميساج لاباس بخير صافي، قبل ما يجي بشي 15 يوم ولا 20 يوم قبل ما يجي، انا خارجه من خدمه حتى كيتلقى لي شمكار. مهم الحي اللي انا ساكنه فيه خاوي بزاف، ما كيعمرش حدايا واحد العساس. مهم تلقى لي داك الشمكار، ما عرفت ما ندير، عرفتي الشفره، ايوا هربت حتى عييت، شديت انا وياه كنت غادي نموت فيها صافي ربي يحفظني. مهم واحد العساس مسكين فكني ديتي تضربي معاه حتى دابز ابغى يقلع عليا الصاك، انا ما بغيتش الصاكي فيه تليفوني وراقي ديال الخدمه وفلوس، يلا مخرجه الفيرمو جايه باش نخلص لك راه انا ما كنت عاتقش. المهم هو كيجر انا كنجر، كان غادي يخسر ليا وجهي وكان غادي يضربني. المهم تفكيت، جا واحد العساس مسكين، هذاك العساس مره كنت كندير ليه قهيوه ونجمع معاه، راجل كبير عزيز عليا. المهم كنرد مسكين البال، ملي كنجي مع الوحده الليل كنرد ليا البال تدخل للدار، جا مسكين فكني كيقول لي ولا ما تضربش ديك البنت راها مزيانه، لا راها حيت انا با ومرت با كانوا جاو عندي، جلسوا عندي واحد اليومين عرفتهم عليك، يقول لي من هذاك بنت صاحبي هذيك. المهم مشى واش انت بيلا قصه كضرب معاك؟ قلت لي الا صافي نعطيه داك الشيء اللي فيه، خلي لي التليفون. ضحك عليا داك الراجل مسكين، تا راه كيميه وهبيه. المهم من تما حلفت مابقاش نرجع للخدمه، مابقاش نرجع للخدمه حيت كل مره كيوقع ليا طريفه في الطريق، مابقاش نرجع للخدمه صافي. عيطت للشافاك انا بغيت نخرج معاك، كطلب فيا ما تخرجيش لا حيت البوست ديالي. المشكله ان حتى شي وحده ما نطيحش، وحده ما تصبر على 12 ساعه بالحد، حتى شي وحده 4 شهور وانت 12 ساعه بالحد. ما عليناش، مشيت انا صافي، مشيت للدار دوزت العيد، نهار العيد جا هو. مهم جاني شال هضر معايا في التليفون، قال لي انا راني جيت، قلت لي نتلاقاو انا وياك في القهوه قبل ما تجي الدار، قال لي واخا. خرجت انا وياه وعمتي نيت كانت معايا، تلاقيت معاه ما عجبنيش مرة، سبحان الله ما بغيتوش، ستيلو ماشي ستيلي مرة. شنو ما عجبكش؟ شنو اللي ما عجبكش؟ ما عجبنيش ستيل لبس، هو ظريف ولكن انا حكمت من اللبس، انا ستيلي مختلف، ما عجبنيش ستيلو ديال دمج الالوان داكشي. المهم انا جيت للدار تنبكي نبكي 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 في الدار، مالكي ما بغيتوش؟ ما كتنقولي انا ما بغيتوش، وانا مشكل انا ملي كنت صغيره كانوا كيقولوا لي تزوجي بفلان، تقولي ما تزوجش به غليظ، تزوجي فلان ما تزوجش به غليظ، هو كان غليظ، كنت كنعيبو كان غليظ شويه ماشي غليظ. المهم كانت عنده شويه الكرش، المهم ماشي غليظ. اوكي بالنسبه للسين ديالو، بالنسبه للسين ديالو والطول ديالو راه هي هذيك، انا ما كيعجبنيش داك السين، كنت كنحلم براجل طويل. المهم ما عليناش، جيت للدار كنبكي، جيت للدار كنبكي حيت انا الاول اللي كنت ناخذ كان زوين ماشي نكذب والله، ما شاء الله على جمال كان فيه، ولكن جمال ما كينفعش. برافو. المهم جيت للدار كنبكي، وهم يقول لي يدوي لي مرت الوالد، قالت لي شوفي غير هو تزوجي به، ولكن ما غير هو تزوجي به وما عمرك ما تجيبي، الا ما تزوجتيش به ما عمرك ما تجيبي لنا شي واحد، هذه اخر مره تجيبينا منك ليه. انا هذه الكلمه ما كنحمش نسمعها، باكره هو كيعجبو، حيت ملي كنت صغيره قلت لك كانوا كيقولوا لي يكون غير تزوج شي بفلان، فهمتي؟ يعني هو من الاول كانوا كيعجبهم، علاش حيت حادق وحيت جامع راسو، يعني حتى هو مسكين تشوفوا لي والدي صغار، ولكن كان راجل ونص ما عمره ما دار شي حاجه خايبه، ولا نيشان الخدمه تماره الله يهمرها دار الصلاه الدين. ايوا قدر الله ما شاء فعل. المهم قلت لهم كيقولوا لي لا راكي غتبدلي اللبس، راكي تبدل والراجل راكي كتبدلي، المهم غير تكون المعامله. تقبلت الغد ليه، قلت ليه غادي تجي تخطبني، قلت ليه اش غادي للدار، قال لي انا غادي نجي للدار، جاب ولد عمتي وعمتي حيت عائلتنا كتجي لعائلته. المهم جابهم، جينا جلسنا في الطبله، درنا خطبه عاديه يعني حيت هو ما عندوش والدين، ما كاش غادي نبقى نشرط عليه. المهم جينا
دوزنا الخطبه عادي، دوزناها بحال قلتي نهار جوج راس العام، دوزنا نهار واحد في راس العام، ودوز معنا هو نيت راس العام. خرجت انا وياه اول مره نيت مشيت داني بصراحه نتعامل معايا زوين، خلاني انا نختار لي الحوايج فاش اختارت لي واحد الحسابات وهذه كياخذ رايي في اي حاجه صافي. وليت مقتنعه حيت انا جيت الصراحه كي ستيلك ما عجبنيش، راني مشيت للضرب حيت كنبكي. قال لي علاش بقيتي كتبكي؟ قلت لي انا ما مشيتيني انت جاتني فاش كنتزوج بك. قلتي ليه كفو وجهو انا فوجو اذا قلت لك انا ما كاينش الكذب، انا ما نجيكنيش نضرك ولا نصارح نكذب عليك. قال لي بقى كيضحك، قال لي انا غنتبدل. قلت لي بشرط غدير اللحيه وغتحيد الكرش ودير السبور ما بقاش كنشرط عليك. قال لي صافي. قال لي واش نشرط عليك انا؟ قلت لي انا الزيف كنديرو كنلبس طوال، شنو بغيتي اخر؟ المهم بحال كسكت صافي. دوزنا راس العام، جبت 3 ايام ورا راس العام مشينا جمعنا الاوراق تكاتبنا، ما درنا لا خطبه كبيره لا والو، شنا كنجمعوا درنا القاعه درنا العرس. نهار العرس قبل من العرس درنا الحنة حيت هو بقى معايا في الدار ما مشاش عند عماتو، با قال لي والو غنجلس ما مرتك الدار. جلسنا في دارنا تكاتبنا صافي وجلسنا في الدار. مشيت سافرت انا باش مشيت ديميسيونيت في الخدمه ومشيت جبت اوراقي وشديت الخلاص ديالي. ملي سافرنا مشى صراحه براني شرا ليا لونسومبل ديال الذهب صراحه، اي حاجه حلت على فمي كيجيبها في ديك الساعه باش نكون واضحه. هذيك الساعه كان كلشي اللي علت عليه فمي. المهم تزوجنا درنا العرس، نهار العرس انا باقا فوق انا بارزه في البرزه ديالي. بنت عمتي وبنت عمتي تحرشوا بيه هادشي راجلي وبنت عمتي العائله. انا داخله كنبدل، هو بغى يدخل يبدل ويتقول لي وحده علاش بدا قبل. انا في الجلسه الحنة جات لي بنت عمتي وحده سوارت ويتقول لي هاكي شديهم في يديك راه عطاتهم ليك مرت باك ديال باليزات. انا شديتهم على نيتي بغيت نحطهم ويجي كتجري عندي مرت الوالد. قلت لي اش كتشد في يديك؟ قلت لها السوارت عطاتهم لي فلانته. قلت لي واش انت هبيله كتشدي من عند السوارت؟ قلت لها علاش؟ قلت لي السوارت راه هي فيها الخيب، هي انك عمرك ما تزقي في شي دار، ديور ديال السوارت كاملين تبقاي تحليهم وما تجلسيش في شي دار. لا ويلي سكت. قلت لها امي انت شي نهار الحنة. المهم بحال وقاسين هادو راه عائلتي. واش نقول لك راه كلشي تيدي ديماك الله يعطيك خير، بكيتيهم في الاول ودابا تضحكيهم وفرحتيهم. المهم راه اش غنقول لك، المهم ما عليناش. تزوجنا في ليلة العرس اللي بنات عمتي كيتحرشوا بالراجل جا عندي قال لي انا حيت من الاول معاه الصراحه تنقول لي ضرني وما تكذبش، غير ضرني ولكن ما تكذبش جيني صريح باش ما نسمعش من شي حد اخر. جا عندي انا باقي في البرزه ويقول لي راه بنات عمتك شنو داروا شنو داروني ندخل نبدل، وما يقولوا لي غير دخل دخل ما تحشمش راه ما ديتيها هي تدينا حنا. مهم انا بقيت كنضحك انا نقول يا ويلي ضيعت عليك الفرصه انت ديال العرس ديال العرس، جيبهم بجوج جلسهم حدايا صافي. بقيت كنضحك دوزت العرس واش وين جاز مزوج ديهم كاملين. قلت لي مزوج بالشرع عطاك ربعه مزوج جيبهم حتى هما. المهم عماتو ما بغاوش جالسين تيقولوا دارت بيه حيت هي اللي عندها الزهر داتو مع الدولا مولا با عندها الزهر، واحد بنت عمتو كانت باغي تزوج بيها ما نعاودش لك الشوفات اللي كدير. وانا حسيت بهذا الشيء يعني انا حسيت بها شي حاجه بها. هو ما مسوقش هو غينيه منكذبوا على الله نيه لواحد الدرجه ما تصورش وعيني شاهم. المهم مشينا تزوج من داز العرس بخير وعلى خير. في نهار العرس انا باقا باللبسه الاخرى با كيدير قصيده، انا باقا في العرس باقا ما كملتش لاغوب ما قالوهاش ليا. اش باك داك الساعه فين كان الباك؟ كان ديك الساعه هو يغف غير معانا في القاعه، ولكن واحد السيده بغات تمشي وبغى يوصلها وبا بحكم ديال خدمته كيدير الخبز في الطوموبيل سخنات، كان البرد كان شهر واحد سخنات به الطوموبيل دهن نعس حيت 3 ايام هو ما ناعش معايا بالجري ومع الطلبه وراك عارف شقات العرس وحنا كنبقاو محيحين في الشطح في الدار ما كاينش مسكين. المهم داتو عينو خرج في بوطو الطوموبيل ما تشوفش فيها كلها مشات. المهم انايا في العرس ما حسيت بشي حاجه ما نكذبش عليك، وسولتهم قلت لهم انا في مرت با هي اللي كانت شاده الخواتم ديالي في الاخر. قلت
لها فينا هي فلانتا؟ قالوا لي حتى ما كيناش. ولد عمتي سكران، قلت لي خويا فينا هي فلانتا؟ قال لي قلت لي شنو واقع؟ قال لي ويلي وي سيرها واحد السكاريه كيدابزو فرقناهم. ما ديت ما جبت حيت لقاها كيوقعوا فيها المشاكل. انا يلاه خرج، كنا غادي مسافرين حنا نيشان من القاعة، كنا غاليين حيت جات انا مرت اللي هنا في اوروبا، جات لحضرات العرسيه وخواتها تعرضت عليهم كاملين. جات مزيان. لا هي الله يعمرها دابا ما نكذبوش، هي ملي سمعت هي ما عمرها ما لامتني. ما جاش كان خدام، كان خدام ما جاش. امك الحقيقيه ما خلاش راجلها، ما جاتش، جات غير خالتي وجداتي وجدي وما اللي جاو، هي ما جاتش. بقات كتبكي كتفرجوا فيا غير ابي الفيديو. مهم دوزنا ليلة العاس، كلشي ناش حتى الصباح مني وقع الكسيده. انا حسيت سبحان الله مشينا سميتو مشينا بغينا نشد حوايجنا نسيت باش نمشيو نسافروا، وعاد نمشيو كنا غادي لاكادير، وكنا غادي نمشيو تنشدو الطوموبيل من واحد السيد صاحبو نمشيو. انا غاده تنسى الباليزه ديالي ونسيت لاكارت ديالي ونسيت كل الوراق ديالي، بغيت نرجع للدار ما خلانيش ندخل للدار. قلت لي عرفتي اش غادي ندير؟ غنطلعو للدار ديال جداتي وغادي نناسو حتى الصباح، كاينه فيها خالتي وبنات خالتي نتجمعو معاهم حتى الصباح ونسافرو. انا مشيت للدار ما كنلقى حتى شي واحد، كنلقى غير بنات خوالي كاينين تما. كنسولهم كيقولوا لي راهم في الهرجونس، راه خالتي دراتها رجليها. ما ديت ما جيت، انا مشيت بقيت مجمعه مع بنات خالي نعسنا. الصباح كنفيق ما كنلقى حتى شي حد، كنلقى ما كاينش تليفوني، ما كاينش تليفونو، تليفونات طافيين. كنحل كنلقى لي زابيل ما نعاودش لك. قلت لهم شنو كاين؟ قالوا لي ما تخافي، عارفيني انا وسط العرس غادي نهز كشيطي وغنزيد نهرب للسبيطار، عارفيني غنمشي حفيه انا ما نعقلش. قالوا لي باك دارك السيده راه في لاجونس. انا باقا بالبيجاما ديالي خرجت كنجري حيت كنت قريبه للسبيطار، خرجت كنجري وسط الناس كيشد فيا ما قدروا ما يشدوا فيا. كنغوت ربي اللي خلقني، حيت با ماشي اول مره كيدير لك السيده، ديما كيدير لك السيده وكيخلعنا بصراحه، ماشي اول مره. صافي طلعت كنلقى با ما نعاودش لك حالته، كنبكي كنقول بغيتو غير يهضر غير يجاوبني. كيشو مأثر عليا الناس، والضربه جاتو في العين، دار عمليه على عينو على نيفو يعني جاتو في الوجه. صافي انا كنبكي كنقول لي يا بنتي راه ما كاين حتى شي حاجه، راه ما كاين والو، انا باقا بحنتي باقا بجلابتي باقا عروسه في السبيطار، ما كذبش عليك تصدمت. صافي دوز ديك 3 ايام كامله انايا مغيبه السخانه، كنعس بالليل كنبات نغوت كنحلم ببا مات، كنبات مغوتي ولاو كيقولوا ولاد جداتي وعائله با كلهم كيعيروا من السخوطه. هذاك با هذاك السيده بسبب هاد الضغط من الجفايه ديال العين جات فيه هو سخوطه مسخوطه مسخوطه، كلشي كيعير فيا. المهم ما حملتش نرجع للدار. صافي المهم داز واحد 15 يوم ولا بخير الحمد لله، خرج راجلي كان عنده غير شهر، مشى في حالاته دا معاه الوراق ومشى. صافي انا بقيت في الدار. انا ملي بقيت في الدار داز العام صراحه ما نقول لك بخير ما نقول لك خايب، خرجوا لي الوراق استغفر الله. جيت في حالتي لهنا، ملي جيت لهنايا راجلي كان ساكن في الجنوب وتحول للشمال. ملي تحول بابا اللي لقى ليه الخدمه بدل الخدمه وسكنت مع بابا في الدار. ملي سكنت انا مع بابا في الدار دوزت العذاب اللي عمرني ما شفتو من با ماشي من مرتو، من با. ملي شفت العذاب انا في اوروبا، اول حاجه انت في اوروبا، ثاني حاجه ما عندكش علاش تحت الراس. انا جاب دابا اوروبا، انت دابا بلاتي هو مشى قلتي لنا تبعتيه؟ مشى وصايب الوراق وجداني عام، يعني قلت لك داز عام عادي، فهمتي؟ داز عام عادي بلا ما نختلط شويه. المهم عام فيه شويه المشاكل، المهم داز عام عادي. جينا قلت لك جيت معاه، المهم جيت معاه انا لهنايا حدا بابا. المهم قلت ليه بابا كي انسيست عليا باش نجيب راجلي ونجي. بابا كان راجلي كان خدام غير يعني خدمه ديال 6 شهور فلاحه. المهم هو بابا كان خدام في شركه كيقول لك والو راجلك غادي تجيبي حشومه تقوم كرفس تما وبعيده عليا في المغرب وبعيده هنا. دابا بلاتي راه انا ضخت ما نكذبش عليك ضخت. باباك الحقيقي دابا حنا جينا لاوروبا حيتنا من المغرب. دابا حنا راه تنساو مع دابا حنا مع اللي مرباك راه كاين في المغرب ونسينا. يلاه كملي لنا، هذا باك الحقيقي ماشي اللي دابا جينا عنده. يس دابا جينا عنده. المهم فاش جينا في الاول استقبلني انا بعدا ما عطانيش النسب ديالو، بمره النسب ديالو ما عطيش ليا.
مهم جيت جلست انا بغيت نمشي نكري، قال لي لا ما تكريش حتى يخدم راجلك واحد شهر ولا شهرين بعدا يدير الكونترا ديالو، وديك الساعه كري ماشي في الاول غادي تكري، حيت الكرا هنا صعيب، خاصك تدفع واحد 3 شهور تسبيق، ماشي كاي 3 شهور راك عارف غير من 100000 ريال فوق كتدفع 3 شهور ديال التسبيق، وخاصك تكون خدام نيشان يعني مرسم، مايمكنش لك تكون خدام غير 6 شهور عندك كونترا، صعيب باش تلقى الكرا بكونترا. جيت انا بابا كيقول لي الدار كبيره وانتي بنتي تحرمت منك وهذيك يسحابيا بالصح صح، انا غنعيش نعوض داكشي من بابا ما كبرتش معاه، ولكن ربي بغى يحن عليا ونتقرب منه حيت عمرني ما تقربت منه. شفته في النهار تعرفت عليه 2 مرات 5 سنين انا قبل ما نتزوج 2 مرات. المهم انا جيت جلست معاه، انا جلست مع ديك الساعه راجلي يلا بدا الخدمه. ملي بدا الخدمه انا في الدار انا عادي كنشقاو عادي كنتحركوا عادي، بطبعه خايب خايب ما تقدرش تجلس معاه دقيقه وحده، نقير واحد الدرجه ما تصورش، وملاحظ واحد الدرجه ما تصورش، كاين قر فهمت، كاين قر بزاف لعدق التفاصيل. علاش درتي هكا؟ علاش راجلك تيدير هكا؟ علاش مرتو كتشكي علي؟ انا بنتك كتشقى كتسموت عليا، بنتك كتقلي لي السم، بنتك 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 بنتك، وانا قسما بالله الا كان شقى يدي بيد انا بدا عمري في حياتي في دارنا ما كنت كنفيق مع 8 ديما، انا واخا كنسمع النقير كنعس 12 ولا 11 الا فقت بكري نفيق مع 10 من نهار خرجت من القرايه يعني كتنقر. صبرت صافي، واحد النهار كان نهار 27 في رمضان، جا رمضان راه كان في واحد كيصبح ناعس كيصلي الفجر وعاد كينعس، نصلي الفجر نقرا شويه القران وكنعسو، المهم كنعس ما كنفيق حتى لوحده لجوج، عنده نسيبته في الدار كتعطي الدواء كتنوض مرتو مع 10 الصباح تعطيها الدواء حيت ما كتصومش مسكينه الكبيره. المهم جا من الخدمه كينقر عليا يوميا، واش انت غتبقي ناعسه حتى لهذا الوقت حيت كنعسو في الصاله، واش انت غتبقي ناعسه حتى لهذا الوقت؟ انا نوض عندو قلت ليه شوف انا بنتك غتقلب ليا على كرا، انا دابا شهرين وانا عندك في الدار غتقلب ليا على كرا والناس كيف ما بغيت، انا راه رمضان واش غادي واش غادي ندير انا في رمضان مع الوحده ولا مع 12 نوض ندير ليك؟ من شادين انا وياه جبت ليه القديم والجديد صافي، ولا كيقول لي خرجي عليا خرجي عليا بيت ناخذ راحتي مع مرتي، كنقول لي فين غنمشي انت اللي جبتيني، كون خليتيني في البلاد اللي كان فيها راجلي 14 عام هو ساكن فيها كيعرفها، كنت بداري معززه مكرمه، جيت لداري كان خدام واخا يخدم قلت ليه مره في الشهر، المهم خدام وقاد بيا، قلت ليه ماشي جبتيني وكرفستيني وكرفست معايا ولد الناس جبتو لدار با في الاخر خرج الزنقه. المهم هزيت حوايجي خرجت واحد يومين ما بتش في الدار، كان بس في الطوموبيل نقلب على الكرامه ما لقيتش، عييت نقلب على الكرا ما لقيتش، ما نكذبش عليك ما لقيتش الكرا، مشيت عندو كيقول لي خاصنا الكونترا نيشان في الخدمه، خاصنا الكونترا نيشان في الخدمه، خاصنا الكونترا نيشان، حتى حنا باغي يكري لينا حتى شي حنا باغي يكري لينا، واش كنقول ليه الكري وغير بيت، كيقول لي واش كتسحب لك في المغرب راه ما كاينش بيت، تنقول ليه واخا نكري انا بيت مع البنات وسنتك البيت مع الزوافريه حتى الحمد لله، تقول لي ما يمكنش. المهم جا كيحزر فيا كيطلب فيا رجعت للدار، مرضات نسيبتو نعسات في السبيطار، دارت عملية جو نسابو وجلسو معنا في الدار، أنا مقابلة أختي الصغيرة حابسة من القراية، مقابلة راجلي، مقابلة با، مقابلة خوتها بجوج، كنطيب هي كتبقى مع أمها في السبيطار، أنا حيت ما كنعرفش اللغة كنمشي كنقابل غير الوقيتة ديال الغدا كتجي هي كتنعس شوية كنمشي نقابل أنا في السبيطار، ديك الوقيتة ما كيكونوش الناس جايين حيت أنا ما كنفهمش اللغة بزاف، يلاه جيت. المهم معليناش، دوزت انا الخوت في الدار كينقرو، مشاو كيحرشوا علينا الناس باش يجريو على راجلي من الخدمه، وكيجيو كيحرشوا با في الدار كيقول لي خلي بنتك وجري على نسيبك، خلي بنتك في الدار وجري على نسيبك، كنقول لي انا لا خرج راجلي غنخرج معاه، كنقول لي هلا لا كنتي تسخب بنتك تجري ليها جري عليا انا الاولى، ما كنعش ما نكذبش عليك نقير فوق راسك ولا نحطوا الماكله يدحسوا لك فوق الطبله، هو ما كيجمعش فلوسه الماكينات فلوس كيمشيو في القمر هذا با ما كيجمع حتى ريال صافي، كتبغي تصرفي كتخرجي كتقدا كتجي كيعايرك انا ما محتاجكش تقدي ليا وانا كذا انا كذا وانا كذا، كتشدي ايديك كيقول لك صرفي معايا كتصرفي معاه وحلا ما كتعرف فين كتشد راسك والو، والوجهيات
الوجهيه كتشوف واحد كتشوف واحد الفرق كبير بزاف بينك وبين بنته بزاف. انا نشقى وندير كل شيء في الاخر يقول لك ما كديري حتى شي حاجه انت كلشي من مرتك انتيا كتقري لست من مرتي مرتي مريضه بسببك. واش انا مرضت سيدي ربي اللي كيمرض ماشي انا اللي كنمرض اش فهمتي؟ كملي. مهم صافي ما عييت معاه باش انني نخرج نكري بزز باش سبع شهور انا عنده في الدار بزز باش قدرت نلقى الكرا. مني خرجت نكري مش تراجم مني خرجت نكري كريت مني كريت ما تفهمتش انا والراجل كدار وحده حيت مع عمري في حياتي ما جلست معاه دار وحده. كان دابزون قدر نقول لك كل يومين هذيك الايام دوزت حارة يعني شفت واحد الوجه اخر. انا كان دابزون فمي ما كان سكتش هو ايدي خفيفه كيضربني كيسد عليا الدار ما كان خلي ما ندير. كنت غاوت انا وياه كناكل العصا وكنسكتش حيت ما عنديش فين غنمشي لدار با كنمشي نهار كنرجع كذبش عليك كنمشي كندخل كيبقى ينقر عليا فوق راسي ما كنقدرش على داك الشيء وكنرجع كنقدرش على الصداع عييت. الا مشيتي عنده كتجي كيقول لك ايوا كاين شي ولاد درتي شي ولاد نضرب من الولاد كتجي للدار كتنوضي سبحان الله غير كنمشي عندهم بخير كنرجع كندحس انا وياه في الدار ما كنتفاهموش. فواحد النهار دحس ما هزيت راسي وخرجت ما عرفتش راسي حتى فين غاده ضربات ثلاثه سوايع على رجليا وما عرفتش راسي فين غاده بالاعصاب ما كنعرف لغه ما كنعرف حتى شي حد والو. هل كتحس براسك محقور؟ اول حاجه في بلاد غريبه عليك ثاني حاجه حداك باك ولكن راه ما كاينش كاين غير الفم ما كاينش باك غتمشي غير يزيد عليك بالنقر والمعيور ما كيحترم حتى شي حد معيور اللي ما يكونش على بالك. المهم صافي يعني دابا عام هذا باش انا يلا سكنت في الدار عامين باش سكنت دابا باش تحولت من عنده. العام الاول كله دوزته غير هعصا بعدا تهرست من رجلي راجلي اللي هرسني من رجلي الوليه رجلي حتى هرس عليا علاش ما بقيتش نقدر نتمشى عليها لا دحسنا انا راه ما كنخرج كيسد عليا بالساروت وكيمشي ما كنخرج قلتي ليه شي هضره معاها ضروري حيت كنتعصب بعدا كنهضر انا كنت نسالي رجليك راه ما عرفتش شنو خرجتي عاوتاني من فمك خرج انت ماشي راجل الرجل ماشي بالضرب حيت هو ايدي خفيفه وانا ايد فمي صليط انا ما كنكرش قلت لك انا ما كنكرش انا ما كنتحكمش في اعصابي انا كتجيني الحكره انا ما كنتحكمش في اعصابي انا الا الضرب ما كنتقبلوش. المره الاولى شكيت لدارنا هضروا معاه المره الثانيه شكيت لدارنا هضروا معايا في المغرب المره الثالثه والو سيد ما بغاش يدير عقله ما بغاش حتى شي حاجه انا ما كنقول لي لقيتي ليف واحد فيا نقولها لدارنا انا ما كنخرج ما عندي صحابات تليفوني ما فيه داك لا والو مع من كنهضر مع من كيبقى لابيل كيجي كيلقى الدار نقيه كيلقى انا مقدمه ماشي شمسخه ولا معفونه بالعكس انا باقا صغيرة عزيز عليا نلبس عزيز ندير كل شيء مهليه فين ديما الحوايج مصبنين ديما كنبغي يكون انيق ديما ما كان قلت لك انا ما عندي صحابات ما كنخرج دارنا ما كنمشيش عندو حتى كيديني هو فين ما خارجه خارجه معاه هو يعني كنكبر بيه ما عمري ما طيحت بيه قدام عائلته كل شيء كيقولها لي كنقول ليه الا كنت انا كنطيح بيه كيقولها ليا علاش المشاكل صافي مهمه ما تفهمناش كنطيح ليا الولد الاول باش يلاه جيت كنت عند بابا بسبب الاعصاب والثقل كنت كنهز الثقل كان مات ليا الوليد الاولاني صافي من تما ما قدرتش نولد دابا عام هادي عام دابا عامين دابا باش طاح ليا الولد ولكن ما جابش الله والمشاكل امين مشاكل وصداع ولكن دابا الحمد لله يعني هادي بغوا النهايه هي انني بخير ولكن ما نكذبش عليك ما قدرتش نسمح للناس اللي اذوني في حياتي كنعس وكنحلم بيهم وكنبكي وكنقول علاش داروا لي داك الشيء ما قدرتش يعني الحر اللي دوزت ليا انا مرتبه ولا بنت خالتي مع راجلك بعدا مع راجلك لا راجلي دابا الحمد لله ما بقيتش كنهضر ولا فمي واخا كنتعصب كنشد فمي وحتى هو ولا شويه كيشد يده عنده ولكن شنو غنديروا انا دابا انا مزوجه بيك يعني انا ليك وانت ليا
الا ما صبرتي معايا ما صبرت معاك ما عمرنا ما غنعيشوا بجوج. انا ما عنديش فين غادي نمشي حتى حطيت عليها الراس وهو كذلك حط عليا الراس وهو ما يتفرقش معايا تيقول لي نموت وما نتفرقش معاه. انا ما نكرش كيبغيني لواحد الدرجه ما كتصورش لاني اللي حيت على امي كتوصلني للدار مشى ما خسر لي حتى شي حاجه. فريمون قصاني عندك قصه فيها عبره زوينه وانا كنت نتمنى انك تكوني عرفتي الحكمه منها ولكن تنظن انك ما عرفتيش الحكمه منها. ما كنت نقول لك عرفت وما عرفتش. انا نقول لك لا حكمه جو كرو باك هو واحد الانسان متسلط ياك واحد الانسان شويه ديكتاتوري تخيلي ما قدرتيش تصبري معاه شحال شهرين ما قدرتيش تصبريها ياك تخيلي كنت السيد عشتي معاه حياتك كامله صعيب ياك صعيب شوف السبب اللي دار لك الله عز وجل عطاك واحد الناس ام اعتبراتك اكثر من بنتها وحطاتك في مم ودعينها اب انت هي كل شيء في حياته عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الحمد لله. شي واحد حكمه وكيما ما فهمتيهاش تخيلي هذاك السيد ولا ذاك الراجل عشتي مع حياتك كامله. لا انا كنقولها كنقولها لي في وجهه وكنقول لك احمد الله ونشكر انني انا ما عشتش معاك وما كبرتش معاك اختي. انا كنقولها هاد الناس اللي قلتي عندك العائله ياك عندي عائلة. ولكن انا با باقي لا هما عينيا من قلتي لي المشكل هو العائله وبنات خالتك وبنات عمتك المشاكل هو العائله غنسولو واحد بواحد في هذا اللايف هذا واحد بواحد وغنقول لهم شكون اكثر ناس ضروكم غنقول لك انسان بغيناه عائلتي عمتي خالي با مي اقا هاد الناس هاد كلهم الناس يعانوا صدق من قال احذر من عدوك مره رد البال منه غير مره واحده ومن اقربائك الف مره اختي اي 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 الماضي تناخذوا منه حاجه واحده هي انت تتعلموا منه العبره وتنرميوها مورانا فالماضي ماضي الله عطاك جوج عينين للقدام باش تشوف القدام ماشي باش تبقى تشوف اللور اللي فات ما يمكنناش نغيروه عمر انا ما عمر غادي نقدروا نرجعوا للماضي ونغيروا ولا شي عصا سحر مشى 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 زمن المعجزات الماضي تناخذوا منه تنتعلموا منه فقط سواء بكيت ما غنغيروش حزنت ما غاديش نغيرو صارت اللين ما غاديش نغيرو فكرت فيه ما غاديش نغير ما نغير فيه والو ولكن ممكن نغير القدام القدام ممكن نغير مستقبلي ممكن نكون إنسانة ناجحة ممكن نكون إنسان عظيم ممكن نكون إنسانة لباس عليها ممكن فرحانة سعيدة ممكن شوفوا القدام أكثر ما تشوفوا اللور فكروا في القدام فكروا في المستقبل فكروا في نفوسكم فكروا فكروا شوفوا القدام بس عليك الماضي الماضي تيبقى ماضي ماض داز فكرت فيه ما تغيروش بكيتي ما غتغيروش ما غدير حتى حاجه ولكن ممكن تغير المستقبل ديالك عرفتي شكون اللي تيفكروا في الماضي وانا عمي غدرني وانا فعل لي وانا ترك لي وهذاك دار لي وهذا تبقى واقف في نفس النقطه ما تزيدش للقدام كل شيء تيزيد ويزيد للقدام عرفتي غادي تدوز سنين في حياتك حياتك غادي تدوز فيها سنين غتلقى راسك ما درتي والو غتلقى راسك ضيعتي حياتك كامله على من على ناس ما يستاهلوش ضيعتي نفسك حياتك جمال الدنيا عظمه الدنيا نعم الله على من على ماضي فات زمان 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 وتا واحد في الدنيا ما يستحق انك تضيع لحظه واحده زوينه على قبله اختي
كان خويا. انا قبل ماني ندير لي لايف وقبل 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 باش ترتاح لداخل ديالك. خاصك تسامح مع ماضيك. شي العقد اللي عايشينهم حنا دابا سببهم شنو؟ ماضينا، طفولتنا، تربيتنا، عائلتنا. خاصكم تصالحوا مع ماضيكم. لا صعيب تقدر تصالح مع ماضيك الا بغيتي تشوف القدام. نسى الماضي ديالك الا بغيتي تشوف القدام. ميمكنش غتشوف فيهم بجوج. نسى عليك الا بغيتي تشوف القدام. تسامح واخا غدروك. ها واخا غدروك، واخا غدروك. بغيتي احسن انتقال. اسمع، شكون اللي بغى ينتقم من شي حد ضرو؟ شكون اللي بغى شي انسان يقول اوه خسرك، يحس بداك ديال بانه خسرك؟ كاين حاجه واحده، ماشي الدموع، ماشي الدموع، ماشي انك البكا، ماشي انك تفكر والحزن والالم وانا وننتقم منه ونادي اي واحد فيكم بغى ينتقم من شي حد نجح، نساه عليك ونجح. واللي انسان ناجح في حياتك فكر في مستقبلك، فكر في حياتك، فكر للقدام. هذا هو احسن انتقام ممكن ديرو للانسان. اما تبدا تفكر فيه راه هو اللي تينتقم منك، اما تبدا تبكي عليه راه هو اللي تينتقم منك، تحسر عليه هو اللي تينتقم منك. بغيتو تنتقموا منهم نجحوا ونساوهم عليكم. عيشوا حياتكم طبيعية، الحياة زوينة إلا بغيتي تشوفها أنت زوينة، وجحيم إلا بغيتي أنت تشوفها جحيم. أنت اللي تتقرر. تقول لي الناس 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 الناس، نهار حيد الفكرة ديال الناس، دارولي فعلولي تركولي دارولي، غتعيش حياة زوينة. فأنا غنقول لك واحد الحاجة وديما تنعطيك هذا المثال، كن ما شئت، كن كيما كنتي، كن كيما كنتي. الهضره غتكون فيك فيك، يلقاو باش يطيحوك غيطيحوك فيك فيك. درجه تتعامل مع بشر ماشي ملائكه. لهذا عيش نفسك ونساهم عليك. سمعتيني اختي؟ سمعتك خويا. وبالنسبة كاينة الصراحة وكاينة الوقاحة، وحضرت الزوين ما عرفتش واش تفهميني ولا لا. تتكون الصراحة وكاينة الوقاحة. الصراحة هي تنجي تنقول لك راه هذا الشيء اللي فيك ما تيعجبنيش، والوقاحة هي أني نحتقرك بداك الشيء اللي ما تيعجبنيش فيك. شحال واحد تيصحابو تيقول لي انا نقولها لك في وجهك وما نقولها لهمش مورا ظهرهم، انا نقولها لهم واخا تضرهم. ايه مزيان انك تصارح الناس وتقول لي شوف هذا راه خطا وانا راه ما تيعجبنيش هذا الشيء وانا هذا الشيء ما كذا وهذا مزيان مزيان. انما ما تصورش الوقاحه، ما نوصلوش للدرجه ديال الوقاحه. نعطيك مثال، نعطيك مثال. كان واحد الحاجة اللي تسمى بلغة فن الكلام. الإنسان باش تقنعو بالحاجة دائما خاصك تحببو فيها، باش أنك تخليه يدير داك الشيء اللي بغيتي أنت، ماشي تتفرضها عليه ولا تتحتقرو بها، تتحببو فيها، تتقول لي شوف أنت اللي رابح إلا درتيها. مثال، تخيلي واحد اللبسة جيك خايبة وجيتي شاورتيني. تسمعيني؟ تسمعيني؟ اسمعك اخويا، اسمعك. تخيلي هديك قلت لي هاد اللبسه كي جاتني، تخيلي معايا فاش نقول لك جاتك زوينه ولكن حاولي تبدلي هادي ممكن غتجيك احسن، وربما شوف ما جاتش مع البشره ديال وجهك غتحبيها ياك غتبدليها. وتخيلي نقول لك مالك مكلخه ما تعرفيش تلبسي، مالك هذا اللباس هذا، هادي لبسة هادي تلبسها عباد الله، ما عندكش الذوق، مالك؟ شتي الإحساس؟ ممكن توصلي للإنسان فكرة ويحبها ويقتنع بها ويديرها، وممكن تخليه ينفر منك.
انت فيك واحد المشكل، عرفتي شنو هو؟ اخوي هو هذه ديال الصراحه والوقاحه. حببي راجلك في الحاجه اللي بغيتيها انت بواحد الطريقه زوينه، ورد عند الهضره مع راجلك كانك تتنقصي من كرامتك. انت راه راجلك، راه نفسك، راه انت راجلك، عمرك تنقصي منه. انا نعاود نقولها لك، ما عمرك تنقصي منه تقولي لي انت ماشي راجل وانت ماشي فلان وانت ماشي تارك والراجل. لا الراجل صح، راه كيبقى فيا الحال ملي كنرجع وكنرجع شنو قلت، ما كنطلب السماحه، ولكن راه انا ما كنقولهاش حتى كيهز يدي عليا. عاد انا كنقولها يعني كيف قلتي الوقاح، بحال كنبغي نقولها باش تستفزو. حبيبي باش انا وما يضربكش، حبيبي بالخاطر. واش غنقول لك؟ فريمون شكرا لك هدايا تواصلتي معنا هذا النهار، نتمنى الناس اللي طلعوا كان لي انهم يدعوا معاك. ميرسي ليك بزاف والله، شكرا لك. الله يرزقك الدرية الصالحة يا رب. ميرسي ليك بزاف هدايا. يا الله الله يفرج على كل واحد، الله يجمعنا في الجنة. اما هذه الدنيا راه غير دايزة، ما تعطيوهاش كثر ما تستحق، ما تعطيوهاش كثر ما تستحق. ما تقلبوش على الفلوس، راه هذيك واحد النصيحة. ما تقلبش على الفلوس، ما تقلبوش على الحب. ما عمركم تقلبوا لا على فلوس لا على حب. قلب على كيفاش تكون مرتاح. إلا بغيتي تعيش راسك، إلا بغيتي تعيش فرحان في حياتك، قلب على راسك، قلب على النجاح.